بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. النهاردة كل كلامنا هيكون عن ماتش النهاردة، بس ماتش مهم جدا، ماتش صعب جدا قدام فيتا كلوب. كلنا عارفين إن الفريق اتدرب في الكونغو مرتين على ملعب المباراة، وإن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي جاهز النهاردة لتحقيق الفوز اللي إن شاء الله هيزود من فرص النادي الأهلي في التأهل رغم ما تعرض له من ظلم تحكيمي في الماتش الأخير. لو فاكرين الحكم المغربي رضوان بن جيد حسب ضربة جزاء وهمية للأسف أثرت على نتيجة المباراة، وهي اللي دخلتنا في الموقف الصعب. هتقول لي ما احنا مضيعين جوال، قلت لك مضيعين جوال عادي، انت ممكن تكون كسبان 2-1 او كسبان 1-0 ومضيع 10 جوال، بس المحصلة النهائية ان انت كسبت الماتش، كان زمان دلوقتي ان انت فارق بنقطتين، ولكن ظروف تحكيمية واحنا متقبلين وبتحصل. فعشان كده جاية صعوبة ماتش النهاردة، الفرقتين متساويين، ولكن النادي الأهلي عودنا دايما في المواقف الصعبة بنشوف رجالة في الملعب، بنشوف ناس مقاتلين في الملعب. هقول لكم حاجة، الموقف ده اتعرض ليه لعيبة النادي الأهلي، وأنا كنت واحد منهم من 25 سنة، فاتعرضنا لموقف أو أكتر من موقف في زي بالظبط اللي حصل النهاردة، زيه بالظبط. مرة كنا مثلا بنلاعب كوتوكو الغاني، وكوتوكو ده كان يمكن من أقوى الفرق في أفريقيا، فرقة نار، وبيلعبوا كمان في معقل بتاعهم اللي هو كوماسي، فاللي يروح هناك يبقى عارف ان هو خسران، يعني اقل حاجه 2 أو 3. كسبنا هنا، يعني احنا كنا عايزين نكسب، قلنا نكسب في ماتش الذهاب 3 كسبان كوتوكو هنا تبقى انت ايه مريح شويه، يعني ممكن تعدي. كسبنا 2-0. كسبنا 2-0 قلنا ده الظروف هناك بقى هتبقى صعبه، وايه ربنا يستر على الماتش اللي هناك. رايحين متكهربين، اول ربع ساعه جول فينا 1-0، ناقص لهم جول ونبقى 2-2. مش عايز اقول لك بقى، بص اللي بيحصل في الملعب ده بيبقى في شغل مدرب بره، انما الشغل اللي جوه الملعب لعيبه، قلب لعيبه، روح لعيبه، شخصيه النادي الاهلي، شخصيه لعيبه النادي الاهلي. طلعنا بال1-0 وطلع كوتوكو بره البطوله، وعشان نخرج من الملعب حضراتكم قعدنا نص ساعه، الجمهور كله نزل، من الجمهور كله نزل الملعب. بقينا مش عارفين نعمل ايه، كل واحد بيروح في حته، كل واحد اللي بيروح يمين واللي يروح شمال واللي يروح مش عارف فين، واللي ورا المدرجات وتحت المدرجات، لحد ما كلنا في اوضه اللبس، وفي ناس ما جاتش وناس جت متاخر. بس بقول لحضراتكم بعد ربع ساعه من الشوط الاولاني 1-0 بانت شخصيه لعيبه النادي الاهلي الحقيقيه، ولعيبه النادي الاهلي بتبان في المواقف الصعبه قوي. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، لعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه قوي محتاجه دعم جمهورنا، محتاجه دعم جمهور النادي الاهلي. احنا اقوياء بيكم، انتوا اللي بتدونا، بنستمد القوه منكم، من تشجيعكم، من رفع الروح المعنويه، مش بقى اللي يقعد يهمد في اللعيبه واللي يقعد يتكلم كلام سلبي، مش هي دي الفتره دي، ومش ده جمهور النادي الاهلي. الفتره دي عايزه رفع الروح المعنويه. احنا يا جماعه لازم تفكروا ان النادي الاهلي بيحارب اكتر من جهه، النادي الاهلي اكتر فريق اتبهدل الفتره اللي فاتت في الماتشات، كل 3 أيام تقريبا ماتش، وكل ماتش في بطوله خاصه، بطوله معينه، بطوله مع نفسها، هو ده قدر الاهلي لان هو البطل. طلعنا من دخلنا على افريقيا ووصلنا الفاينل، طلعنا من الفاينل على كاس مصر، طلعنا من كاس مصر على الدوري، طلعنا من الدوري على كاس العالم، من كاس العالم على افريقيا تاني، يعني كل 3-4 أيام دي خلي بالك عبء ومعاناه جامده جدا، وكل ماتش في حته، مصر هنا وافريقيا وبعدين قطر وبعدين نرجع تاني على، يعني العمليه صعبه شويه. فانت انا كلاعب محتاج دعمك، انت محتاج دعمك، ما حدش يمشي ورا الناس اللي مش بتهد، بتبقى عايزه تتكلم وتقول حاجه سلبيه، مش ده الوقت ابدا، ولا ده جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عودنا دايما على الحلوه والمره، ماشي على الحلوه والمره،
ظروف حصلت الماتش الاولاني، انت برغم ان انت مضيع 15 جول كان ممكن تطلع كسبان 2-1 لولا الخطا التحكيمي. بص، تعودنا في النادي الاهلي دايما في رجاله معدنهم بيظهر في الوقت الصعب، بس الرجاله دول وراهم جمهور عظيم، هو نمره واحد، اللعيب نمره واحد في انتصارات النادي الاهلي على مدار العصور. اللعيبه طبعا النهارده عليها دور كبير جدا وعامل كبير جدا 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 في التغلب على الظروف الصعبه اللي هيشوفوها النهارده، ودي مش اول مره. عندنا درجه حراره عاليه، وخلي بالكم درجه حراره عاليه هكلمكم على حاجه كمان شويه عشان تعرف المدير الفني بتاعهم بيفكر ازاي. وبعدين كمان عندنا ملعب ترتان نجيل صناعي، نجيل صناعي ايه كمان؟ ما تجددش ولا اتعمل له صيانه بقاله 8 سنين. يعني كانك هتلعب على الاسفلت. معانا طبعا على الشاشه لعيبه النادي الاهلي في الفندق وهم رايحين يفطروا. فطار النصر ان شاء الله باذن الله. يعني احنا في الاوقات اللي زي ديت الكواليس دي طبعا حصري لقناه الاهلي، وزي ما عودتكم قناه الاهلي بتقدم لكم كل حاجه في لحظتها لفريق النادي الاهلي. بيبان لما كنا في الظروف اللي زي ديت وبنروح افريقيا او بنمر بمواقف صعبه او قبل المباريات، بيبان قوي التركيز من ساعه ما نصحى من النوم. وعلى فكره عايز اقول حاجه، لعيبه النادي الاهلي هو ده سيستم، ده نظام، اتعودوا على كده. بص الجديه هو داخل على المطعم، بص حتة الثقة في النفس، الثقة بالنفس في بعض اللعيبة من بعض اللعيبة، بص على شموخ البطل، كبرياء البطل، مفيش حد بيهزر، مفيش حد بيضحك ضحكة ملوش لازمة، إنما كله مركز. ده يعني في ناس نازلة تفطر بتقرا الفاتحة، في ناس نازلة بتدعي إن شاء الله النهاردة يبقى يوم جميل، بإذن الله إن هو ده يبقى إفطار النصر. حتى الثقة مطلوبة والجدية مطلوبة، وفي النادي الأهلي تعودنا على الحاجات دي. فعموما احنا النهاردة بإذن الله هنلعب ماتش صعب جدا في ظروف خارج الملعب غير طبيعية، ولكن زي ما قلنا في رجالة كبيرة قوي 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 في الملعب، عندنا ثقة فيها، عندنا ثقة في الجهاز الفني، وإن شاء الله قادرين على تخطي الصعاب، ودايما بيرفعوا شعار المكسب وبس في الكونغو ان شاء الله. هنروح نشوف تقرير المباراه ونرجع لحضراتكم مره تانية. يواجه النادي الاهلي في 3 عصرا بتوقيت القاهره نظيره فيتا كلاب الكونغولي في ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا ضمن الجولة 4 من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى المارد الأحمر لاقتناص النقاط 3 لتعزيز فرصة صعوده إلى دور 8. ويمتلك الأهلي وفيتا كلاب 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر فريق سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وله فرصة كبيرة للصعود، خاصة أنه يواجه ضمن نفس الجولة فريق المريخ السوداني الذي يتذيل الترتيب، ويغيب التونسي علي معلول للإصابة، فيما قام موسيماني بتجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا لتلك المباراة، وعقد عدة جلسات مع كل اللاعبين من أجل تحفيزهم لخطف النقاط 3 لحسم خطوة هامة نحو الصعود للدور القادم. وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي للاعبيه أنه لا بديل عن الفوز وحصد النقاط 3 من أجل استكمال المشوار الإفريقي، مشددا على أن الفريق جاء إلى الكونغو لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط 3 إلى القاهرة. واستقر موسيماني بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به لقاء فيتا كلاب، وسيتم الدفع بكل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف، وفي الوسط سيلجأ المدرب إلى حمدي فتحي ليكون بجوار أليو ديانج حال غياب عمرو السلية، وفي الجناح الأيمن سيشارك حسين الشحات، وعلى اليسار طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة صانع الألعاب، وفي الهجوم محمد شريف أو والتر بواليا.
وعلى الجانب الآخر فإن فريق فيتا كلاب يسعى لحسم المباراة لصالحه وتحقيق الفوز على بطل إفريقيا. وخرج مدربه فلوران إبينيجي بتصريحات نارية خلال الساعات الماضية مؤكدا بأنهم يريدون الفوز وسوف يعملون على استغلال اللعب ظهرا في درجة حرارة عالية. ويمتلك فريق فيتا كلاب دوافع كبيرة، فهو يلعب على أرضه ووسط جماهيره، حيث يصر مسؤولو النادي الكونغولي على حضور الجماهير للمباراة. إن شاء الله تبقى الأجواء ممهدة بإذن الله لفوز النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله. وهنتكلم في موضوع النتائج الفترة اللي جاية، ومن التقرير هنروح مباشرة للكونغو وزميلنا كريم أحمد ونتعرف منه على آخر الأجواء هناك. تفضل يا كريم. مرحب بيك طبعا كابتننا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد بنتمنى تكون 90 دقيقه من نصيب للنادي الاهلي. الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي هنا في كنشاسا على استاد الشهداء الثانيه ظهرا بتوقيت كنشاسا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره. كل الامور الحمد لله كابتن ايمن على مدار الايام الماضيه مشيت بشكل مميز وطيب جدا، سواء تركيز اللاعبين في هذه المباراه، المحاضرات الفنيه المستمره وتجمعات اللاعبين ايضا، كل تدريب واخر انتهاء كل وجبه عشاء فطار غدا، لعيبه مركزه بشكل كبير جدا وعندها هدف ان شاء الله، وده اللي بنشوفه في عيون لعيبه النادي الاهلي يا كابتن ايمن. هدف وحيد ان شاء الله النهارده هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، لا بديل عن الفوز في هذه المباراه. الامور هتكون مختلفه بشكل كبير جدا ان شاء الله مع حصول النادي الاهلي على هذه الثلاث نقاط، لكن مع الجديه الكبيره اللي فيها لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله كل الامور والظروف والمناخ والعوامل المحيطه بفريق النادي الاهلي يكون معاه النهارده في 90 دقيقه على استاد الشهداء. اطمنك طبعا كابتن ايمن كالعاده طبعا على اليوم وبالنسبه لتحرك فريق النادي الاهلي والامور هتكون بالنسبه للفريق النهارده ازاي. انا اقدر اقول لك لحظات بسيطه، وتوجه النادي الاهلي لملعب الشهداء، بيسبقه دلوقتي في هذه اللحظات محاضره فنيه لمستر بيتسو موسيماني اللي بياكد فيها طبعا على الامور التكتيكيه طبعا والثغرات ونقاط القوه والضعف وواجبات خط الظهر وخط الهجوم، كل الامور اللي اشتغل عليها خلال الايام الماضيه ليها تاكيد النهارده كبير جدا. ثم نتوجه مباشره الى ملعب الشهداء. الملعب بيبعد عن فندق الاقامه 18 دقيقه، اكيد هيكون متواجد معانا طبعا التامين. ظروف البلد اكدنا عليها اكثر من مره كابتن ايمن وطبيعتها يعني الظروف صعبه شويه، يعني التامين هنا ما بقاش تامين قوي، لكن وجود طبعا معالي السفير حمد شعبان سفير مصر هنا في الكونغو بصحبه طبعا وزير الرياضه الاسبق ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العامر فاروق رئيس البعثه بينسقوا بشكل كبير جدا على هذا الامر، لان الاهم كله هو موعد المباراه. الامور لما بتكون في الايام الماضيه بنوصل في ميعاد او بنتاخر وكده ما بيبقاش ليها اي يعني عوائق كبيره على النادي الاهلي زي موعد المباراه، لان انت عارف الاجتماع الفني واللوائح الخاصه بالكاف وصول الفريقين قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. فالحمد لله يمكن فندق الاقامه مميز ان هو قريب من ملعب المباراه. ايضا كمان نطمن كل جماهير النادي الاهلي على الرباعي محمد هاني، عمرو السليه، طاهر محمد طاهر، وايضا كمان عايز اطمنك على ايمن اشرف. يعني كل اللعيبه دي ظهرت بشكل طيب جدا ومميز جدا في التدريب الاخير على ملعب الترتان. كنا خايفين شويه على لعيبه النادي الاهلي ان تحصل كرامبات او يحصل اي امور تعاكر صف فريق النادي الاهلي او تزعج الجهاز الفني في الاختيارات، لكن الحمد لله ادوا جرعه تدريبيه مميزه وقويه جدا اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى النهارده. الجو اللي احنا شايفينه النهارده ده كابتن ايمن انا شايفها ان هي رساله الحقيقه، لان يمكن على مدار الايام الماضيه درجه الرطوبه 90% و89% 35 بتصل درجة الحرارة. في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها كابتن أيمن سيول هنا في كنشاسا وأمطار غزيرة جدا، الرطوبة قليلة، الجو جو كورة كبير جدا، مفيش حر مفيش صهد مفيش رطوبة عالية زي ما شفنا. فيا رب إن شاء الله بإذن الله على موعد المباراة الساعة 2 دورا يكون نفس الطقس ده، هيساعد النادي الأهلي بشكل كبير جدا وهتكسر حواجز كتير جدا بقى مع تصريحات رئيس التسيمبا والمدير الفني إن هو جابوا النادي الأهلي في موعد 2 ظهرا على ملعب ترتان. لكن الحقيقة الجو رائع ومميز جدا في هذه اللحظات. وعايز اكد لك كمان يا كابتن ايمن ان في توقيت المباراه في ايضا كمان يعني المؤشرات بتقول ان هيبقى في سقوط للامطار، الامطار على الترتان بتهدي شويه الامر. يا رب يا رب يا رب تكون رساله كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي وتنعكس عليهم في ملعب المباراه ويقدروا ان هم يحققوا نتيجه كبيره، نتيجه كبيره جدا هتساعد النادي الاهلي في رسم خريطه كبيره وشكل المجموعه بشكل كبير، ومنها ان شاء الله تدريجيا يصعد النادي الاهلي لدور ربع النهائي، ومنها ان شاء الله كمان يحافظ على لقب البطوله العشره اللي بنتمنى تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. مستمرين معاك اكيد يا كابتن ايمن ومع كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، بننقل لكم كل الكواليس والاخبار سواء وجودنا في ملعب المباراه، تشكيل فريق النادي الاهلي، الاجواء، حضور الجماهير، كل الامور دي هتكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلالك ايضا كمان يا كابتن ايمن. عوده لكم في الاستوديو مره ثانيه. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وباذن الله باذن الله مهما كانت الاجواء هناك النادي الاهلي
قادر بعون الله على تخطي الصعوبات النهارده، بدايه من الجو للملعب. واللي عايز اقوله اللي قاله كريم، يمكن في شيء مش صح، مش صحه لو ارضيه الملعب جديده او نظيفه او كويسه، انما ارضيه الملعب قديمه قوي، بقى لها 8 سنين ما اتجددتش، مع المطر الشديد دوت بتبقى غلسه، بتبقى يعني التحكم في كرة صعب قوي، حتى وانت بتجري بتحس ببعض الصعوبات. ولكن لعيبه النادي الاهلي ابطال، انا عايز اقول لهم يلا يا ابطال، زي ما عودتونا في كل المواقف الصعبه انكم تتخطوها، النهارده اهزموا اجواء الكونغو وارجعوا بالثلاث نقاط، وده فعلا اللي احنا تعودناه من لعيبه الاهلي في المباريات الصعبه، مش اليومين دول، لا طول عمر النادي الاهلي كده. النادي الاهلي في المواقف الصعبه بتلاقي لعيبته. عموما جالنا التشكيل دلوقتي، هنقول تشكيل النادي الاهلي هيبقى الشناوي في حراسة المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال ايمن اشرف، الاثنين اللي في القلب بدر بنون وياسر ابراهيم، قدامهم اثنين خط وسط دفاعي عمرو السوليه واليو ديانج، وقدامهم هيبقى قفشه في النص رقم 10، وناحيه الشمال هيبقى اجاييه، ناحيه اليمين هيبتدي النهارده محمد شريف، وقدام هيبقى مروان محسن. نقوله تاني، الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال ايمن اشرف، الاثنين اللي في القلب هيبقى بدر بنون وياسر ابراهيم، خط الوسط الدفاعي اثنين اللي قدامهم هيبقى عمرو السوليه واليو ديانج، الوسط الامامي هيبقى قفشه في النص، الاثنين اللي على الاطراف هيبقى اجاييه ناحيه الشمال، وهيبقى الناحيه الثانيه محمد شريف ناحيه اليمين، وقدام راس حربه او مهاجم وحيد مروان محسن. نتمنى ان شاء الله ان ده تشكيل النصر باذن الله، التشكيل ده هو اللي هيجيب لنا مكسب النهارده ونرجع بالثلاث نقاط. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، ارجوكم انتظرونا. We'll be right back.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن ايمن اهلا بيك، توفيق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء مهيوب اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بيك. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا. كابتن ايمن اهلا بيك. كابتن شريف، ماتش مهم جدا، ماتش صعب، الاجواء والظروف دي ياما مرينا بيها، ولكن في الاوقات الصعبه دي بيظهر معدن الرجال ولاعيبه النادي الاهلي طول عمرهم رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت قلت، ماتش لرجاله النادي الاهلي النهارده. اللعيبه حاسه، وانا شايف الفتره اللي فاتت دي كلها بعد المباراه اللي هم تسيدوها الحقيقه، واكثر من 17 فرصه كان ممكن يطلع هيفي سكور المباراه. فدي حاجه ما تقلقنيش النهارده. انا لو بستند على تاريخ اللقاءات بيني وبينهم او اسلوب اللعب، واضح سيطرة النادي الاهلي تماما، واضح ان في ثغرات كتير قوي في فريق المنافس، انما استعدادات فريق منافس على ارضه والتحضير والامل ان هو يقدر يعمل قدامك نتيجه كبيره. حس ان هو لما تعادل معاك 2-2، وطبعا احنا شفنا ضربه الجزاء دي كانت غير عادله تماما، فبيحط نفسه قدام جماهير سمحوا لهم حتى بالدخول، وهيبقى فيه هناك ناس بتأذرهم. يعني كل ده ما يهزكش، وكل ده ما يقلقكش، انك انت طابع اللعب اللي انت لعبته معاهم المباراه اللي فاتت، انت اكتر من 60% انت المستحوذ، اكتر من مش عارف اقول لك 20 فرصه كان ممكن يترجم منها اي فرصه تبقى هدف، انما المسؤوليه خارج الملعب كلنا عارفين، كنا لعيبه كوره، بتبقى اجواء سفر، الجو نفسه دايما عايزين يلعبوك الساعه 3 عشان لو في رطوبه، لو في حر، لو في اي حاجه، هم متعودين على الجو ده، انت تقدر يكون عندك برضو قله الحركه، ده شفناه في ماتش سيمبا من نقص الاكسجين وكده. انما انا مستند دايما للشواهد بتاعه لعيبتي والمدير الفني بتاعنا انه على درايه تامه بالفرقه اللي هم لعبوها. وبعدين سيمبا ما هو كسبهم على ارضهم، وانا صحيح. شايف ان هم فرقه كويسه جدا حقيقه، يعني لا يقلوا عن سيمبا، ويمكن انا بحترمهم اكتر من اي حد تاني في المجموعه عندنا، كلهم فرق كويسه قوي، بس دول عندهم جرأه، عندهم شخصيه، الشخصيه دي هيحاولوا النهارده ان في وسط ارضهم انها تبقى زياده. انت عندك من الامكانيات ومن اللعيبه والفوارق الفنيه انك انت النهارده باذن الله يكون ليك سبق التهديف، وده اللي هيفرق معاك قوي، انك انت لو احرزت هدف في الاول ده هتبقى المباراه عندك مش صعب عليك. كل الصعوبات اللي احنا شايفينها وكل الكلام اللي بنسمعه، شايفين كابتن مغادره الفريق بالتوفيق يا رب النهارده ان شاء الله، رايحين الملعب، وده حصري بس على قناه الاهلي. وكابتن شريف، الاوقات اللي مرت عليك زي كده بالظبط وانت راكب الاتوبيس بتفكر في ايه؟ بيبقى عندي هدف يا ايمن، كلنا هدف، سيناريو لنفسي انا. انا هكسب فريقي ازاي النهارده؟ هتعاون ازاي مع بعض الخطوط اللي في الملعب؟ ازاي هتعامل مع الباك رايت بتاعي؟ ازاي هتعامل مع الباك ليفت بتاعي؟ ازاي انا هبقى في حاله بدنيه وحاله نفسيه تسمح لي ان انا اهز الفرقه اللي قدامي واخد عليها احترام؟ يعني هيبقى خلاص بدل ما هو فاتح خطوطه وعايز يهجم على طول وما فيش، لا هيحس بقوه. طب بتفكر في الاجواء دي ازاي بقى؟ يعني مطر وترتان وحراره عاليه وكمان رطوبه عاليه جدا، بتفكر ازاي؟ بفكر ان انا اطلع من اليوم ده على خير على خير باذن الله. يعني ليه دايما بيبقى عندنا احنا انت عارف رايح جاي؟ ايوه صح. يعني يقول لك النهارده انا اتعادل او اجيب هدف هناك بيفرق معايا كتير قوي. وانا ما كنتش بقلق الا من المطر الحقيقه، في ايامنا المطر كانت الاحذيه اللي احنا بنلعب بيها بتتقل، والكره ما بتبقاش عارف تتحكم فيها، انما طول ما انت بتلعب على ارض سليمه، ومعلش النهارده هتبقى ترتان برضو، الكره بتنط جامد ومش هيبقى فيه استحواذ على مساحات ضيقه شويه. انما انا شايف ان النادي الاهلي النهارده بنفس السيناريو اللي لعب بيه في مصر ان شاء الله، وبنفس الشكل اللي الفرقه دي بتقف دفاعيا فيه، انا اعتقد ان هيكون لنا فرصه كبيره قوي ان احنا نعمل نتيجه كويسه يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، زي ما احنا عارفين مباراه صعبه جدا، نظرا لعوامل، في عوامل خارجيه طبعا زي الجو، الرطوبه، الملعب، وكمان في تساوي الفريقين في النقاط، يمكن الماتش اللي هنا يمكن اداهم دفعه معنويه عاليه جدا، ولكن نادي الاهلي مر كتير بظروف مشابهه لدي، يمكن كان اخرها
علشان تبقى عشان يبقى المشاهدين حتى متذكرين ماتش الهلال السوداني السنه اللي فاتت، احنا كنا محتاجين على الاقل نقطه، وكان الماتش صعب جدا وفجواء صعبه جدا، والحمد لله خدنا النقطه وتاهلنا للدور بعد كده وقدرنا نكسب البطوله. بص يا ايمن، كل ما الامور بتزداد صعوبه كل ما نسبه تركيز لعيبه النادي الاهلي بتبقى في اعلى مستواها، واللعيبه دي من غير ما حد يتكلم معاها انا متاكد يعني تقريبا كان كابتن خطيب اتكلم معاهم في الملعب، واكيد يعني اداهم فكره احنا بنتكلم فيه ده وحمسهم طبعا، ويعني اكيد ما اتكلمش كتير، هو بيكلم لعيبه النادي الاهلي بيتكلم على ابطال افريقيا 9 مرات، مع الظروف دي الطبيعه يا ايمن تبقى قلقان منها لو الناس ما عندهاش خبره في افريقيا، لكن انت طول عمرك عندك خبره جامده جدا في افريقيا يعني تتعرض لمواقف صعبه جدا جدا كمان، لكن هي دي معدن ونقيه لعيبه النادي الاهلي. كابتن علاء بعد اذنك، مدخل الملعب اهو واللعيبه داخله بالاتوبيس، في الاوقات اللي زي دي بتفكر ازاي وانت داخل الملعب كده؟ انا ما بفكرش في حاجه واحده، حاجه واحده بس بفكر في اخر كلام قاله المدير الفني، تركيزي في الملعب هعمل ايه، والحاجه اللي جوايا اللي انا متاكد منها ان انا اقصى حاجه هعملها النهارده يعني ال 90 دقيقه انا اقصى حاجه هقدر اعملها النهارده، نتيجه المباراه ما افكرش فيها، اسوء حاجه وانا داخل الملعب زي كده ايمن تفكر في نتيجه المباراه، الموضوع ده منتهي تماما، فكر النهارده ازاي تبذل اقصى مجهود عندك وفكر ان انت وفرقتك تطلعوا بالنتيجه اللي بتحبوها، لكن ما تعملش سيناريو المباراه اللي بيعمل سيناريو المباراه المدير الفني. لكن الحاجه اللي مضايقاني النهارده وقلقاني المطر، كنت لسه هقول لك تقلقش من الاجواء دي، جو المطر هو اللي يقلقني لان مطر مع ملعب ترتان مع حر الظروف بتختلف يعني هو اكيد حتى التمرين اللي عملها ما كانش المطر في حد ذاته ايمن على ملعب عادي نجيله عاديه انت بتفكره تفكير تاني خالص، بيبقى عندك حساسيه في كل حاجه، مظبوط، الباصه بتاعتك ازاي بتستلم ازاي بتحرك ازاي، دايما بننبه على اتنين مهمين قوي الفرويد في المطر لازم يعمل فولو على كل كوره، والناحيه الثانيه مدافعينك مع الشناوي، مهما كان جوده الحارس اللي عندك في الاوقات اللي زي دي لازم تبقى انت معاه لاخر ثانيه، خصوصا الملعب النهارده كمان زياده عليها ايمن انه ملعب ترتان وقديم كمان وقديم قوي انا عارف طبعا فالموضوع بقى يعني ازداد صعوبه، معلش المباراه صعبه صح واجواء حاره لكن ازداد الصعوبه كل ده حلو قوي، يبقى تزداد رجوله، تزداد تصميم، تزداد انك ان شاء الله ترجع النهارده بنتيجه ايجابيه تفيدك انت بس، ما تفكرش في حاجه ثانيه، تزداد ثقه في نفسك، تزداد ان انت النادي الاهلي، تزداد حاجه كمان كويسه قوي ان الفريق ده مش مع احترامي الكامل ليه مش جاي فريق يخوفك خالص طبعا. يعني يمكن اللي حصل المباراه السابقه ايمن هيحصل تعويض النهارده، الكم يعني هو مش كم فرص، هو يوم من اوله لاخره مش طبيعي في كل حاجه، الا جانب طبعا الحكم سوء توفيق حصل له ان هو اكيد بعد ما شاف الكوره اكيد مش بنالتي، لكن كل ده على فكره بيديك متفائل مش تشاؤم على فكره، اللي حصل في الماتش اللي فات يمكن النهارده ربنا يكافئك بيه ان انت تستحق المباراه السابقه زي ما بقول كابتن شريف نتيجه عاليه جدا فوق ما تتخيل، لكن ماشي الحمد لله انتهت المباراه ورايحين على 90 دقيقه الاصعب والاهم في مشوار النادي الاهلي، انا متاكد ان مشوار النادي الاهلي النهارده 90 دقيقه مهمه جدا والناس كلها على قد مسؤوليه، وان شاء الله رب العالمين يبقوا بس اللي بتمنى بقى حاجه واحده النهارده او كل الاهلاويه التوفيق يبقى في جنبك النهارده بالزبط. يعني التوفيق كان خاب الماتش المباراه السابقه كان بعيد خالص عنك بتمنى ان شاء الله النهارده يعني الفرص اللي تجيلك انا مش عايزها كلها انا عايز بس ربنا يوفقك في فرصه او اتنين وخلاص على كده ان شاء الله. كابتن اسامه ده يعتبر ماتش بطوله او ماتش حاسم، يمكن الثلاث ماتشات اللي جايين بدايه من النهارده ماتش فيتا وماتش المريخ السوداني وماتش سيمبا دول ماتشات بطوله، دايما كنا بنقول في ماتشات اللي هي الحاسمه او الماتشات البطوله بنقول ايه احنا كل اللي يهمنا النتيجه، احنا بنحب طبعا نشوف اداء النادي الاهلي، ولكن ماتش النهارده انا اللي يهمني كجمهور النادي الاهلي انا مش هبص على الاداء، انا عايز في الاخر النتيجه تكون في صالح النادي الاهلي. مفيش شك النهارده ماتش زي ما انت بتقول الماتش يعتبر بطوله اكنه نهائي لانك انت لا قدر الله اي يعني نتيجه سلبيه وبالذات في حاله لا قدر الله الهزيمه هيبقى الامور صعبه جدا ما بقتش في ايدك، لكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يتغلب على الموقف دوت ويقدر يكسب النهارده. وياما النادي الاهلي اتحط في المواقف زي دي وطلع منها سواء ما ايام ما احنا كنا بنلعب او بعديها واحنا مدربين او السنه اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها في مباراه الهلال السوداني كانت مباراه اجواءها صعبه جدا وجماهير غفيره وانت محتاج على الاقل تعادل
وقدرت تعدي بيها وبعدين خدت البطوله. فالاجواء دي او الظروف دي النادي الاهلي مر بيها كتير، مش اول مره في تاريخ النادي الاهلي يمر بظروف زي دي. هو النهارده ماتش لعيبه اكتر من اي حاجه تاني، يعني طبعا اكيد الجهاز الفني بتشكيله بتدخله في وقت المباراه في التغييرات كل الكلام ده مهم جدا جدا، ولكن اللعيبه هيبقى عليها الدور الاكبر. صحيح. لان زي ما انت قلت هو طبعا انت وانت بتلعب كويس غالبا النتيجه بتيجي كويسه. ده طبيعي في كره القدم انك بتلعب كويس فالنتيجه بتبقى معاك، ولكن في اوقات ما بتلعبش بشكل جميل ولكن بتعرف تطلع بالمباراه. وده المهم جدا النهارده. طبعا نتمنى ان شاء الله الاداء يبقى كويس والنتيجه كمان تبقى ايجابيه، ولكن الاهم النهارده انك لازم تقاتل على الثلاث نقط، وفي أسوأ الظروف انك تعادل. ما تتعادل، لكن الطبيعي ان انت تقاتل. صحيح. على الثلاث نقط. صحيح. الـ 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 الظروف اللي احنا اتكلمنا عليها في موضوع المطر والجو الحار والرطوبه، احنا لعبنا في اجواء زي دي قبل كده. ما فيش شك ان هي مؤثره، ولكن لابد ان اللعيبه اللي في الملعب بخبراتها الكبيره تقدر تتغلب على الامور دي. هل دي بتعمل عليك ضغوط كلاعب كوره، ولا الدوافع بتزيد عندك ان انت تتغلب وتتحدى الصعاب دي؟ الاثنين، يعني انت بتبقى طبعا نفسك تلعب في نجيل طبيعي لان ده الاساس في كره القدم، نفسك تلعب في جو مش حار، نفسك تلعب وما فيش مطر او المطره تبقى خفيفه، يعني ما تبقاش يعني فيها اللي هي بتنزل ب ب ب بكثافه شويه، فساعات بتعمل على عينيك وكده، يعني بتعمل لك غشاوه شويه كده او لحارس المرمى او كده. فطبعا بتتمنى تلعب في اجواء كويسه، مش ملعب بس نجيل طبيعي، بتحب كمان نجيل طبيعي ومستوي، لان احنا بنلعب ساعات في ملاعب نجيل طبيعيه وحط ليها حفر وكده. ملعب الترتان ومع المطر خلي بالك التسديد هيبقى خطر جدا جدا. صحيح. جدا، لانه ملعب الترتان الكره بتجري فيه اسرع. مزبوط. من الكره طبيعي. في الطبيعي. صح. فطبعا لعيبه النادي الاهلي يعني ياما شفنا كنا ساعات بنلعب هنا في مصر نجيله طبيعيه ما نروح الجزائر نلعب ماتش في ترتان، او نروح في افريقيا نلعب ماتش في ترتان، فاللعيبه لعبت في ظروف زي دي قبل كده. نتمنى ان المطره تبقى عاديه، ما تبقاش شديده زياده عن اللزوم، عشان الـ 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 زي ما قلت لك سرعه الكره هتبقى سريعه. صح. مع الميه كمان هتلاقي الكره يعني بتضرب في الارض وبتمشي سريعه جدا. مزبوط. فالتسديد مهم لينا وعلينا، يعني التحكم في الكره كمان صعب. طبعا 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 التحكم في الكره صعب، بس هو المطر عنده في ميزه وفي عيب، انه مع الاجواء الحاره لما بينزل مطر خفيف بيقلل لك الرطوبه، نسبه الرطوبه بيقلل لك كمان حراره الجو، يعني بيخلي الامور اسهل ما يكون الجو حار ومفيش ورطوبه ومفيش مطر. ايوه. فان شاء الله النادي الاهلي يتغلب على الاجواء ديت، وكمان عنده 5 تغييرات يقدر يستعملهم اثناء المباراه طبعا مستر موسيماني. فان شاء الله انا يعني متفائل ان شاء الله النادي الاهلي قادر، لان احنا شفنا حجم الفرقتين هنا. لا فرق كبير 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 طبعا. كبير يعني طبعا. مش هنا كنا نكسب 4-5 بسهوله. لكن حصل عدم توفيق زي ما علاء قال، ولكن النهارده ان شاء الله النادي الاهلي قادر على ان يصحح المسار مره ثانيه. عنده قدره ولعبته خبرات كبيره وفروق كبيره، وهم في الخط الخلفي عندهم مشاكل كتيره جدا. فان شاء الله نستغل الفرص اللي هتجيلنا او بعض منها ان شاء الله. صحيح. كابتن عادل، يمكن الكابتن اسامه تطرق لنقطه اللي هو طبعا الفوز هو اللي احنا شايفينه هو شعار النادي الاهلي النهارده باذن الله، ولكن التعادل مش وحش على اساس ان انت عندك لسه المريخ وسيمبا، يمكن هو اتاجل شويه، يعني انت مثلا لو ما كسبتش النهارده يبقى انت لازم تكسب المريخ هناك وتكسب سيمبا في ارضك، في الحاله دي هتبقى تاخد 7 نقط من الثلاث ماتشات اللي جايين اللي هم بدايه من النهارده والمريخ والسيمبا. ال7 نقط دولت كافيين ان انت تتاهل، حتى لو تاهلت تاني انما كافيين ان انت تتاهل وتعدي الدور اللي بعد كده. هل انت شايف ان النادي الاهلي مر بظروف صعبه زي دي قبل كده كتير، قادر لعيبته في الفتره ديت ان هم يعدوا المرحله ديت؟
طب نرجع بس للمباراة الأولى وبعدين نرجع للمباراة الثانية. المباراة الأولى خلت النادي الأهلي في الوقت الحالي أنه لازم يلعب على جزئيتين بس، اللي هو مزبوط. المكسب أو التعادل. في حين المكسب الماتش اللي فات كان ممكن يوصلك للثلاث احتمالات ويبقى عندك الأمل لسه في رجلك، لكن دلوقتي ممكن توصل للحتة أني لا قدر الله يحصل اي حاجه ما خلاص مش تبقى برجلك، بتبقى برجل الاخرين. أيوه. تمام. تعال نتكلم على المباراه نفسها بتاعه النهارده. عندنا ثلاث عقبات فيها كنادي اهلي. اول عقبه خارجيه، عوامل خارجيه. عوامل خارجيه. اول حاجه لازم نعرف انه الملاعب ليها انواع، في اجيال فيها. ده من اقل الاجيال الملعب. أيوه. كان جيله. أيوه. في فئه اولى وفئه ثانيه وفئه ثالثه حتى الطبيعي. أيوه. فانت بتتكلم على ملعب كوره ممكن يكون صعب على اللعيبه في ظل انك بتلعب انت على الطبيعي. تمام. انا عارف ان النادي الاهلي المفروض نادي كبير جدا واللعيبه عامله حسابها في كل الاجواء والحاجات دي، ولكن بتحصل زي يعني نوصفها كده للساده المشاهدين ببساطه جدا. انت لما بتيجي تلعب على نجيل طبيعي، الطبة الكرة غير الصناعي، واحد مزبوط. الترنات اللي هي اللف والحاجات دي غير بصعوبة. بصعوبة طبعا. العامل الثاني المطر. العامل الثاني المطر. تخيل ان المطر ممكن يبقى ايجابي لينا من وجهة نظر. ليه؟ ازاي بقى؟ انت بتخرج فرقة فيتا من اللي بيعتمدوا عليهم، ما بيعتمدوا على الحرارة بدليل ان لعبوك الساعة 3، بيعتمدوا على الملعب بيبقى ناشف. خلي بالك ده الراجل المدير الفني قال لك انا متعمد كده، قال لك ده قال حاجه غريبه جدا، قال لك النادي الاهلي صمم يلعبنا في اجواء بارده. فاهم؟ احنا بقى هنخليه يلعب في الاجواء الحاره بتاعتنا. بص يا كابتن، اي فرقه هتيجي تلعبك هتلعبك في الاجواء الحاره. لان هو عايز يخرجك من تركيزك في الكوره. احنا موسيماني لما كان بيلعبنا مع سان داونز كان بيلعبنا في الـ في الـ في, الـ في الظهر برضه. يعني اي فرقه هتلعب النادي الاهلي هتعمل كده. مظبوط. فحته المطر، ارجع لحته المطر، حته المطر ممكن تخرجهم من اللي هم عايزينه يبقى عليك وعليهم. هي هتزيدك انت عبء وهتجي على عبء تاني. أيوه. فدي كانت حاجة مهمة. بالنسبة للحرارة زي ما الكابتن أسامة قال هتنزل من حرارة الجو شوية، ودي حاجة كويسة. أيوه. الحاجة الثالثة بقى المهمة ان هم احيانا بيلعبوا على ملعبهم مش كويس على فكرة. مزبوط. هم بره ملعبهم افضل. مزبوط. مزبوط. فدي حاجة كويسة ليك، ولكن بشرط واحد، بشرط انك انت تستغل الفرصة، لان هم ما عندهمش البلان بي خالص. كويس. طب هو وجود بعض من الجماهير النهارده وسمعنا ان هم 3000 متفرج، هل يحط ضغوط عليهم ولا يبقى في صعوبه على لعيبه النادي الاهلي؟ يمكن عايز اقول لك حماس ليهم اكتر مننا. يعني احنا كنا نتمنى ان نلعب من غير جمهور، وكان الطبيعي انك تلعب تكافؤ الفرص. مزبوط. انك انت هنا لعبت بدون جمهور تلعب هناك بدون جمهور. بالزبط. ولكن يا كابتن الحته اللي انا عايز اتكلم فيها المهمه، انك انت الفرقه لما بتلعب على ملعبها سيء الجمهور ممكن يديها الحماس تخليها تروح الثانيه. الحاجه الثانيه اللي انا كنت بكلمك فيها يا كابتن ايمن، انه في الوقت الحالي الفرقه اللي زي فيتا كلوب ما بتلعبش بالبلان بي كويس. بمعنى هم ليهم هدف ينزل ضغط عليك، اسكان جاب جون يزيد حماس. أيوه. لكن لو دخل في جون ايه اللي بيحصل له؟ يمكن هو تعادل هنا في مصر بالجون الثاني، الجون الثاني بنالتي مش بنالتي. صحيح. يعني هم ما عملوش حاجه الا دي، والكره اصلا ما كانتش بنالتي، ولكن هو احنا نفسنا نطلعه من تركيزه الاولاني. اللي هو التكتيك الاولاني، لانه ما عندوش الا تكتيك واحد. أيوه. اللي هو ينزل يلعب يضغط عليك، لما يجي يدخل في جون ايه اللي بيحصل؟ هو بيشتغل بفطره لعيبته. أيوه. ما عندهمش مش زينا او مش زي كل شمال افريقيا. أيوه. تونس، مصر، مغرب، عندنا الحته التكتيكيه اعلى جدا، حتى لو كانوا هم لعيبه كبار وبيلعبوا في اكبر دوريات العالم. برضو عندهم الطابع اللي هو اللي احنا بتوع شمال افريقيا احسن كتير فيه. فالمباراه النهارده النادي الاهلي لازم ياخدها على جزئيات كتيره، والجزئيات الثلاثه اللي احنا اتكلمنا فيها ان شاء الله نتغلب عليهم، وبعدين نخش بقى في الجزئيه الاكبر، كبرياء فرقتك، قوه فرقتك. وحاجة تانية مهمة يا كابتن، انك انت الماتشات الصعبة اللي بتحطك في المجموعات في الاول بتأهلك انك تاخد البطولة. ده مش الاهلي بس، كل فرقة كبيرة لما بتتعثر في الاول
بتاخد البطوله ونادرا ما بتخسر البطوله. عارف ليه؟ لانها بتاخد الصدمه اللي هي الفكه البسيطه، الفكه دي بياخدها بدري، بيبقى عامل حسابه قدام في كل حاجه، فممكن تبقى ايجابيه. لكن الايجابيه النهارده ان شاء الله اللي لازم نعرفها ان كل لعيب يلعب على الجزئيات البسيطه، المباراه مباريات جزئيات الصغيره قوي يا كابتن، اللي هي الكوره الواحده وليس المباراه، الكوره الواحده، الكوره وانا بلعب في نجيله طبيعيه بوقف رجلي كويس، بوقف رجلي ممكن اخدها واشتغل بيها، لكن في الترتان لازم ازود قوي في حته ان انا احافظ على كورتي. الحاجه صحيح. التانيه المهمه شوط على الشناوي لازم كلنا نجري علشان نغطي عليه، كورنر والعكس طبعا. الكورنر لما بيجي عليك لازم تعرف ان هم عندهم خطوره فيه، عشان الملعب اصلا الحركه فيه انت هتبقى فيه صعوبه، هم واخدين عليه ممكن يطلع ويركب قبلك. هنتكلم في النقاط الفنيه ديت في المباراه ان شاء الله، ولكن دلوقتي هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار عن المباراه. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، في الماتشات المصريه والحاسمه اللي زي ديت بتبقى الحلول اكتر في ايد المدير الفني ولا اللعيبه في الملعب هي اللي عليها الشغل الشاغل؟ بدايه بالمدير الفني انه بيسمع، يعني بيدي كل الامكانيات اللعيبه اللي هو اختارها كويس المباراه كويس، وتصور ازاي هيكون ليك هدف انك تكسب كويس. بس انت في الملعب بقى بغض النظر عن الطريقه والتشكيل، انا لا تفرق كتير. ايه بقى النهارده؟ خلي بالك بتتكلم عن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. النهارده في لاعب دايما بيبقى محوري في فرقه النادي الاهلي مثلا زي مجدي قفشه. مجدي قفشه ده مش صانع العاب بس، صانع ثغرات في الفريق الاخر. ازاي تكسب الفريق اللي قدامك ده، وازاي تشوف الايجابيات الكبيره قوي توقفها، يعني بيشتغل ناحيه اليمين يبقى عندك ايمن اشرف هيبقى عليه مهام ما اتقالتش يمكن بهذا الشكل في المحاضره الفنيه. بنستكشفها داخل الملعب، ان شكل الملعب والميه وبتاع مش هتضمن 100% او 80% اداء لاعبتك الطبيعي طبعا، فانما لازم تبقى مطالب بالتركيز اللي انت قلت عليه والتوفيق في نفس الوقت. التركيز والتوفيق ده بيبتدي دايما زي ماتش الوداد كده يا كابتن ايمن، اللي هي كابتن شريف دي صور حصريه من ملعب المباراه. بص حتى شكل الترتان، لا شكل الترتان، شكل الملعب قديم شويه. قديم جدا. يعني عايز يعني بص جدد. فحتى بالظبط يسمح للاعيبتك الانطلاقات اللي انت عارفها، كل شيء بيبقى محسوب في المباريات اللي زي دي. يبقى زي ما قال اسامه وزي ما قال عادل وزي ما كلنا بنقول في المباريات اللي زي دي، التصويبات دي عامل من العوامل اللي بيخليك دايما تفكر ازاي تخلص المباراه دي، وعندك من الامكانيات من اللعيبه بتاعتك، وخاصه ان كل الفرقه بتقدر تصوب، كل الفرقه بتعرف تجيب اجوال من اول بنون لغايه محمد شريف. ده بالنسبه للشق الهجومي. لا انا نوعيه اللعيبه اللي انت بتلعبها النهارده اللي انت مختارها، كل اللعيبه دي بتعرف تجيب جول كويس عن طريق التصويبات، عن طريق الثوابت، الضربات الثابته، طريق زي الكورنرز وزي الفاولات بتاعني، زي الفاول اللي بيتشاط على طول دايركت عندك من اللعيبه اللي عندها الحرفيه. فعندك عوامل كتير قوي النهارده تقدر تدي لك حاله التفوق كويس. انما ازاي لعبت الكوره في مصر انت النهارده؟ كنت على طول في لعيب بيخترق، كان في تحركات دايما، التحركات دي هي اللي كانت بتعمل بين الاثنين اللي في العمق دول اللي هم اضعف حاجه انا شايفهم عندهم. أي. وممكن يشلطوا الكوره تلاقيها جوف فيهم. ما عندهمش ثابت، ما عندهمش، عندهم على طول زعزعه وخوف منك انت كنادي اهلي. الدخول والجوه 18 عندك دايما هتسبب لهم مشاكل. ماتشات زي دي النهارده انا يعني البدايه دايما زي ماتش الوداد كده، هجمت على الوداد وتوفقت ورحت جبت الجول. البدايه مهمه جدا في اول 10 دقائق. أي. انك انت ما تحسش ان الفرقه دي خاصة الشكل الهجومي بتاعك. أي. ما يديهمش السهولة ان يوصلوا لغاية نص ملعبك. لازم يحسوا ان في ضغط عليهم باربعة خمسة عاملين حالة من وسط ملعب وفي ترابط بين الخطوط. هو ده اللي هيخليك ما عندكش مشاكل كتير، هيخلي بنون وسعد سمير والاطراف بتاعتك بتشتغل يعني سيمي طبيعي، يعني مش هيبقى عندهم عدم تفكير وتشتيت في الهجوم. أي. وانت اكتر حاجه النهارده عجباني ان انت بتطالبني بالفوز. أيوة. طالبني بالفوز يعني ممكن اروح لاي نتيجه تانية، انما ان انا اخسر دي حاله هتبقى علاء مره قال لي الكرامه، يعني طبعًا. كبرياء اللعيبه. اللعيبه النهارده اساسها
كبرياء او اسم النادي الاهلي وتيشيرت والكلام ده. خلي بالك كبرياء البطل لا يجرح ابدا. والبطل دايما كل واحد عايز ينال منه. مظبوط. وحق مشروع انهم بيلعبوا على ارضهم. انما بعد السيناريو اللي احنا شفناه لازم اللعيبه يبقى عندها كونفدنت، عندها شخصيه النهارده الثقه. شخصيه ان انا عندي فارق كبير قوي بين الفرقه ودي والفرقه دي، انما طبيعه الارض وطبيعه الجو كله عليا وعليك بقى خلاص احنا وتعودنا وعندنا سابقه مع سيمبا. خلاص احنا بقى اتعلمنا حاجات كتير قوي من الفتره اللي فاتت دي. فهو احنا كل الامل زي ما انا بتمناه يعني ان اول 20 دقيقه يكون ليك انت السبق ويكون ليك الوجود، وعدم احساس الفرقه دي زي ما اعرفش اسامه اللي قاله ولا عادل ان ما يحسش نحس ان هم على ارضهم ما بيلعبوش كويس، بيلعبوا بره احسن. لان الاجواء بره احسن لما تلعب على استاد القاهره وتلعب في اي فرقه تانية ارضها كويسه، بامكانيات اللعيبه بتبان وبانت برضو. بعض اللاعبين عندنا كان ادائهم كويس قوي، واضح ان الراجل عدى من ناحيه اليمين وشاط وكمل جاب جول الفول اللي كنا بنتكلم عليه ده اللي هو مش مفروض يبقى. بس انت كلمت يا كابتن على موضوع التسديد، بس خلي بالك هم عندهم برضو هم مميزين في ظاهره التسديد كويس. انت وانت يعني مميز في التسديد، لازم نخلي بالنا برضو. لازم اشوف سوليا ده النهارده الشادو اللي جاي من ورا ده بيسدد، لازم اشوف ديانج عنده شخصيه التصويب ساعات وبيحب بيعدي من واحد واثنين، لازم اختارك خطوط. عندك مساحه وفرصه كبيره النهارده في ارض الترتان دي انك انت تعمل كده. انت بتتكلم عن الشق الهجومي، الشق الهجومي ده العادي بتاعك اللي هيخليك قافل على الفرقه الثانيه هناك. انما انت لو فضلت بترجع لغايه نص ملعبك، تعرف اقل حاجه افريقيا بتعمل ايه؟ عندهم اطوال كتير قوي، بيعمل كره طويله عندك في خط 18. عشان كده انا مش عايز اشوف بانون كتير ولا اشوف الشناوي كتير، هو عايز اريح الدنيا انك انت بتستلم الكره على طول، انت اللي محسسهم ان عندك الكونتر اتاك سريع جدا وانت فبيحصل لهم حاله ايه؟ لا هبوط. النهارده الشكل غير الشكل اللي قبله ان شاء الله هنتكلم فيها لما نتكلم على تشكيل فريق النادي الاهلي. تعال نشوف المؤتمر الصحفي بتاع مستر موسيماني امبارح قال ايه عن المباراه. We are doing our best to make sure that the team qualifies. On va faire notre mieux pour être sûr que l'équipe sera qualifiée. هنبذل قصارى جهودنا عشان الفريق نتاكد ان الفريق يتاهل ان شاء الله. We focusing on the process, the outcome. If you do well on the process, the outcome will always sort itself out. On va se concentrer sur les procédures. Si les petits détails seront bien faits, alors le résultat sera positif. Yes, sometimes the process is becoming, it can be difficult. Parfois les procédures sont un peu différentes, mais peu difficiles pour l'équipe. Even last year, we went through the same program. Of difficult qualification. L'année dernière, l'équipe s'est qualifiée avec. On a vécu les mêmes conditions de se qualifier difficilement avec le dernier match. At the end, we went to Qatar to represent. Mais à la fin, on a remporté le titre. On s'est qualifié Coupe du Monde à Qatar. On a représenté l'Afrique au Qatar, la Coupe du Monde. What's important is. Ce qui est important pour nous. Is what happens at the end. Comment ça va se terminer les choses. C'est la dernière étape. السؤال بيسألوا بيقولوا طبعا هو غلط في السؤال، بيقولوا انت اخر مره جيت مع سان داونز خسرت هنا، طب انت ازاي هتتعامل مع مباراه المدرب بتاع كينشاسا حظه عليك بتاع الفريق بتاع فيتا حظه عليك؟ فرد عليه قال له انا اخر مره جيت كسبت 3-0، انت مش حضر سؤالك كويس. فقال له طب هتعد ازاي المباراه، هتشتغل ازاي المباراه؟ قال له انا اهم حاجه عندي التفاصيل الصغيره حاول اشتغل عليها والمجريات والامور، بس المهم في الاخر مين اللي هيكسب، مش مهم ايه اللي حصل في الماتشات اللي فاتت، المهم مين اللي هيكسب في الاخر ومين هيتاهل. وقال له على سبيل المثال النادي الاهلي البطوله اللي فاتت تاهل في اخر ماتش، ومع ذلك كسبنا بطوله واحنا قطر مصيرنا افريقيا، فالمهم ازاي ننهي الامور مش مهم ازاي بدانا. Yeah, we hope so. On espère normalement de faire un bon résultat ici. That's why we are here to change the results. C'est à cause de ça que nous sommes là pour faire un résultat positif. Pour défendre nos chances. But football can be a funny game. Mais le football c'est un jeu amusant. I don't know if you saw the game. Je sais pas, est-ce que tu as vu le match aller ou non, le 2-2? Vous avez vu? Oui, j'ai vu. Ok. Oui. That's all. Il veut te dire qu'on a raté beaucoup d'occasions là-bas. C'est-à-dire le résultat ne révèle pas le déroulement du match et nous sommes là pour défendre nos chances de se qualifier.
But I know it's not going to be the same game here. Je sais que ici ce sera pas difficile, ce sera pas le même match. Ici ce sera un peu différent, ce sera un match différent que celui de match aller. It's going to be difficult for us. Ce sera un match très difficile pour nous normalement. But we'll try and make it. Mais on va faire notre mieux pour faire de bons résultats. We'll try and make it difficult for. On va faire les choses plus difficiles pour notre adversaire pour Vita. طب انا اسال بس سؤال. كان ترانسليت فور ذا ارمي. اوكي. هو بيساله بيقول له طبعا انت في ماتش الذهاب عملت تعادلت 2-2، الماتش العوده هتعدل المباراه ازاي وشايف الماتش هيبقى صعب؟ فقال له طبعا ما اعرفش انت شفت ماتش الذهاب ولا لا، ماتش الذهاب احنا تعادلنا 2-2 بس كره القدم يعني لعبه طريفه زي ما حد تعبيره، يعني بيحصل فيها حاجات طريفه. ان في ماتش الذهاب احنا كان 2-2 بس كانت لنا فرص كتيره جدا، كان ممكن الماتش مختلف. انا عارف الماتش العوده مش هيكون بنفس سهوله الماتش الذهاب، وهيبقى ماتش اصعب، وان فيتا هيصعب الماتش علينا، بس احنا هنا جينا عشان نكسب وعشان نعمل نتيجه ايجابيه وعشان نحافظ على فرصنا في التاهل. Je vais poser une question. Ça. Ok. 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 Il pose la question, on a trois joueurs qui sont blessés, Amr El Souleiy, Tahar et Ayman Ashraf. Est-ce qu'ils sont prêts pour jouer pour le match de demain ou non? We're working very hard to get them ready. Je vais traduire en arabe tout d'abord puis en français. On va travailler avec eux pour les aider de façon bonne avant le match. We have to respect the doctor's opinion. Mais في الاخر opinion how they feel. بس في الاخر بنحترم قرار الطبيب الجهاز الطبي واحساس اللاعبين، يا ترى هو قادر يلعب ولا لا، ده هيبلغونا بيه. But we don't want to talk about injuries. We have a lot of injuries but it's not important to talk about them. بس مش انا مش عايز اتكلم اصابات دلوقتي، لعيبه مصابين، عندنا مصابين كتير بس مش عايزين نتكلم عنهم دلوقتي، احنا مركزين في الماتش. انا عندنا ماتش بكره مركزين فيه باللعيبه المتاحه. And we'll have 11 players on the pitch and we'll have 5 subs. وهيبقى عندنا 11 لعيب في الملعب وعندنا الاحتياطي، الباقي اللعيبه الاحتياطي اللي كسبنا المباراه ان شاء الله. يمكن مستر موسيماني واضح من كلامه ان هو مر بالظروف دي كتير قبل كده مع سان داونز، ويمكن حتى في كلامه في ثقه بالنفس، في قلق طبعا ولكن في ثقه بالنفس ان المواقف دي هو اتعامل معاها قبل كده، وقال لك حتى بالثقه بيقول لك المهم في الاخر اللي يكسب، المهم في الاخر النتيجه برغم الصعوبات، انما باذن الله ان شاء الله نحقق المكسب النهارده. كابتن علاء، كنت بتكلم مع الكابتن شريف، هل ماتش النهارده مسؤوليه مشتركه تقوى على عاتق الجهاز الفني واللاعبين؟ ويمكن انت مريت بمواقف كتير جدا قبل كده، واحيانا الناس بتنسى وجود الجهاز الفني وتمسك في اللعيبه في الملعب، يقول لك ايه اللي شبكنا يخلصنا، ما انتوا اللعيبه اللي في الملعب اللي عملتوا كده في نفسكم الماتش اللي فات. هل المسؤوليه بتبقى مشتركه ولا لما بتنزل الملعب ده اللعيبه بس؟ هي اكيد مسؤوليه مشتركه كويس، لكن كل واحد ليه وقته معين. انا بتكلم على المواقف اللي زي ده. انا هقول لك وقت المدير الفني كل اللي بيعمله بيعمل التشكيل بتاعه والطريقه بتاعته وحافظ لعبته. خلاص ده دوره انتهى على كده، ده قاعد بره. خلاص الوقت بقت المهمه الكبيره على مين؟ على دور اللعيبه. صحيح. المدير الفني بيعمل بيحضر الماتش قبلها بثلاث اربع ايام وتشكيلك وطريقتك والكور الثابته والحيطه، الكلام ده كله جميل جدا. حلو. المدير الفني اول ما اللعيبه بتنزل الملعب مهمته انتهت هنا، لان هو مش هيقدر ينزل يلعب، هو خلاص بره. الوقت بقت المسؤوليه اكبر على مين؟ على اللعيبه. بس هي الوقت المسؤوليه الكبيره على اللعيبه الوقت في الملعب، واكتر حاجه بيتمناها اي مدير فني ايمن وكلنا مرينا بيها، بيتمنى تكون لعيبته موفقه في اليوم ده. صحيح. اللي هو الكلام اللي قاله واللي حفظه اللعيبه، بيتمنى يبقى اللعيبه تبقى في يومها، لان بتحصل كتير قوي بتعمل كل حاجه في قبل المباراه وتنزل مباراه تلاقي مثلا خمس ست لعيبه مش في الفورم بتاعتهم خالص، بره الجيم تماما. أيوه. دي حاجه مش بايدك على فكره، وبتحصل. صحيح. في كل الانديه. صحيح. لكن انت كل اللي بتعمله تحضير كويس قوي، بتحمس لعيبتك كويس جدا، بتوصلهم لنقطه البدايه في اتم استعداد بدني ذهني كل حاجه. بعد كده انت قاعد بره. ممكن تقول تعليمات لكن مش هتنزل تلعب. الوقت. صح. بقت المشكله او كل المسؤوليه على
ال 11 لعيب في الملعب كويس. هو ده اتفضل. انت مريت بظروف كتير قبل كده وفاكر طبعا ايام زمان لما كان طبعا الجهاز الفني بيقوم بدوره بالزبط. ولكن احنا كلاعيبه في الملعب، انا نزلت الملعب دلوقتي، ايه المفروض يحصل النهارده من لعيبه النادي الاهلي؟ كنتوا بتعملوا ايه زمان؟ انا عارف انت كنت بتعملوا ايه زمان. لعيبه النادي الاهلي مش النهارده، لعيبه النادي الاهلي مثلا من يومين ثلاثه كل كلامهم كويس. ان هو حاجه واحده بس، لازم نرجع المباراه دي النهارده نكسب. هو ده الحماس بتاع النادي الاهلي، بينزل النهارده كلهم كده بيتعهدوا ان هم النهارده اقصى مجهود يبذل ولازم نكسب. أيوه. كل حاجه مشيئه ربنا. أيوه. لكن هو التصميم هنا ايمن، بص يا من بدايه المباراه النهارده فريق متحمس قوي، ده فيتا كلاب وده طبيعي جدا. لو انت حماسك مش اكبر منه هتبقى عندك مشكله في البدايات. يعني احنا بنتكلم دلوقتي بندردش بيقول بدايه، كابتن شريف بيقول اول 20 دقيقه، كل الكلام ده كويس قوي. عشان توصل تعدي المرحله دي لازم انت تبقى البادئ بكل حاجه، لازم انت حماسك اعلى من حماسه، انت اقوى في الملعب، كور مشتركه تاخدها انت، ولو احسن يبقى انت اول تهديد على المرمى تعمله انت. صحيح. هو ده اللي بيديك الرساله من اول مباراه، بيبان في البدايه، بيبان. لان بص ايمن في لعيبه النهارده الى نوعا ما تلاقيها مش في سنه قلق، وفي لعيبه هتلاقيها عندها ثقه جامده جدا. صح. هي دي اللي بتدي الثقه، اللي بتدي ثقه لعيبتك لفريقك. عشان كده بقول لك النهارده انت لازم تبقى حماسك معديه بكتير قوي. لكن مع تركيز، اصل في حماس بيوديك في داهيه زي ما بيقول، تقعد تجري على الفاضي ما ينفعش. حماس مع تركيز، وخليك ذكي، ذكاء اللعيب انك انت عايز المباراه النهارده. انت ذكاء في الملعب، لا انت ما شاء الله معدي الكلام ده. هم عندهم اخطاء، اخطاء كارثيه دفاعيه. أيوة. بس الكلام ده كله ازاي اظهره انا؟ هو مزبوط. ده يعني ممكن يبقى اسامه عنده خطا، بس انا مش عارف اظهر الخطا اللي عند اسامه ده. فمش هيبان. صح. لكن انا اظهر الخطا عند اسامه، عند اللعيب الافريقي دايما الضغط كويس قوي، دايما الكره العكسيه، دايما عامل ضغط عليه. صح. زي ما كان بيتكلم شريف وعاده على التسديدات، كل الكلام ده تعمله في الملعب. لكن حكم صفر مسؤوليه لعيبه. مظبوط مظبوط. طيب هنروح لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه، نتعرف منه بقى على اخر الاجواء هناك. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، برحب بيك طبعا، كل التحيه ليك وكمان برضه كمان تحليلي، ويا رب ان شاء الله يا كابتن ايمن يكون يوم سعيد على جمهور النادي الاهلي ويقدر يلعب النادي الاهلي. المباراه صعبه شويه هنا من اول، وصلنا للرطوبه ودرجه الحراره عاليه، ملعب الترتان، كل الامور دي ان شاء الله تكون دوافع كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي. غياب علي معلول وليد سليمان امور عديده جدا الحقيقه لعيبه النادي الاهلي اشتغلت عليها خلال الايام الماضيه من اجتماعات ومحاضرات، الكل بيحفز بعض، عارفين اهميه هذه المباراه. يعني مفيش اعذار بقى زي ما كان بابيس الموسيماني قال، وزي ما كابتن محمد شناوي كابتن فريق النادي الاهلي ده اللي اتكلموا مع اللعيبه، كل الظروف المحيطه بهذه المباراه ان شاء الله تترجم بشكل كبير جدا في الملعب. خلينا بقى في النهارده يا كريم، قول لي بقى عندك اخبار الملعب ايه واخبار الجو ايه دلوقتي في الملعب؟ بالتاكيد يا كابتن ايمن احنا متواجدين دلوقتي في ملعب الشهداء اللي هيستقبل زي ما اكدنا بتوفيق القاهره. حتى اللحظه دي يا كابتن ايمن وهو الامر اللي بنتكلم فيه هو الجمهور، يمكن سمعنا اخبار كثيره جدا ان الجمهور هيكون متواجد بشكل كبير، العدد قليل حتى هذه اللحظه اللي توقع قبل انطلاق المباراه بخمس دقائق ب 10 دقائق تفتح الابواب ونشوف اعداد كبيره جدا زي اللي شفناها في مباراه سيمبل تنزاني. لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها الاعداد قليله، يعني من 150 200 فرد، لكن برضو كل ده كل حاجه متوقعه في مباراه البطوله الافريقيه. لعيبه النادي الاهلي متواجده في غرف قلع الملابس، الامور كعاده طبعا افريقيا، يعني ما فيش ميه في الاوض، كابتن سيد بيطلع يتكلم، الكابتن سمير عدلي، كابتن موسيماني، في بعض المضايقات كده متواجده مع فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي متعود عليها طبعا ومسؤول اي شيء، لكن الامور دي ان شاء الله باذن الله نعديها ونقدر نكون جاهزين بشكل كبير في انطلاق هذه المباراه. كلمني عن الحاله المعنويه بقى للجهاز الفني واللعيبه، اخبارها ايه وهي داخله الملعب؟ بصفه غير انت كنت قريب منهم، هل في قلق؟ هل في ثقه بالنفس؟ كلمني شويه. في ثقه كبيره جدا يا كابتن ايمن، الكل تابع الفتره اللي فاتت، المحاضرات كانت مستمره، كل لاعب كان اللي معاه لابتوب بيتفرج على نقاط القوه والضعف، المهام اللي يمكن في الثماني قالها لكل لعيب هيكون في اللي كان في تشكيل الفريق النهارده. لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير كمان، يمكن النهارده يعني حتى هذه اللحظه الجو مقبول شويه، يمكن المطر هدت شويه الدنيا، بتمنى الساعه 2 الظهر كمان الرطوبه ما تعلاش ولعيبه النادي الاهلي تكون مركزه بشكل كبير، لكن الرغبه موجوده والدوافع موجوده يا كابتن ايمن. هي مباراه 90 دقيقه ان شاء الله محتاجه 11 راجل زي ما بنأكد كل مره على لعيبه النادي الاهلي، ولو التوفيق معانا ان شاء الله باذن الله ونستغل انصاف الفرص اللي ان شاء الله تيجي للنادي الاهلي، نستطيع ان نخط خطوه كبيره جدا في دور المجموعات وان شاء الله نتاهل لدور ربع النهائي، ومنها ان شاء الله نحافظ على البطوله الافريقيه ان شاء الله. احنا كان معانا صور من الملعب يا كريم، وواضح جدا ان ارضيه الملعب قديمه جدا لدرجه ان احنا بالرغم انه ترتان الا ان احنا شفنا برك ميه في الملعب. بالظبط يا كابتن ايمن، يعني الحقيقه التطوير هنا
يعني ما فيش تطوير نهائي خالص، يمكن ملعب عدى عليه 8 او 9 سنين، ترسان قديم كمان، والترسان فيه كمان بعض المشاكل، يعني ممكن لو الترسان جيد لا نقدر نقول ان هو جيد، لكن كمان الميه نزلت بكثافه النهارده يمكن اكثر من ساعتين، كان فيها امطار كثيفه، ملعب اتغرق بالكامل. حتى هذه اللحظه بيحاولوا طبعا بعض المتواجدين في استاد الشجاع ان هم يفرغوا الملعب، لكن برضه في بعض الازمات في الملعب، يعني ان شاء الله بتمنى ما يبقاش تاثر، لان الترسان ما يبقاش فيه امتصاص، انت عارف الملعب كمان مجهز تجهيز الكامل يا كابتن ايمن، ان فيه تسريب او امتصاص ميه، ففي بعض المناطق كده فيها ميه، لكن مع قرب المباراه ان شاء الله يا رب تكون الامور ميسره لفريق النادي الاهلي ويقدر يتخطى كل هذه الصعوبات اللي بتقابل الفريق قبل مباراه اليوم. هل مستر موسيماني اتكلم مع اللعيبه عن التعامل النهارده مع حكم المباراه، خصوصا لو فاكرين الحكم دوت كان ليه قبل كده سابقه مع ايمن اشرف لما طرده بعد 13 دقيقه؟ مستر موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ يا كابتن ايمن يمكن اتكلموا على النقطه دي، اكيد الكابتن سيد تحديدا اتكلم على الامر ده بشكل كبير، قال التعامل لابد يكون في ضبط نفسي كبير جدا مع حكم المباراه، مش عايزين نخسر اي لعيب في البدايه او في النهايه، محتاجين ان احنا نكمل نخرج اخر المباراه ب 11 لعيب، يمكن اتاكد على هذا الكلام كمان الراجل اللي بيتكلم على توسيع الجهد بشكل كبير جدا في المباراه، دخولنا لازم يكون قوي جدا، الخطه تكون متحاربه، الضغط في كل مكان في الملعب، كل الامور دي اتكلم عليها في 8 يا رب ان شاء الله، بس لعيبه النادي الاهلي تترجم كل التكتيك وكل التعليمات اللي قالها الجهاز الفني بالكامل في ال 90 دقيقه القادمه اللي بنعملها ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى، يكون مع فريق النادي الاهلي ويقدر يتخطى هذه المباراه. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي يا كريم، وباذن الله متواصلين باذن الله بعد النصر ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد. كابتن اسامه، قبل ما نتكلم بقى في التشكيل والنواحي رؤيتك الفنيه، النادي الاهلي زي ما قلنا الكابتن شريف والكابتن علاء قال لك ان هي مسؤوليه مشتركه بين الجهاز الفني واللعيبه، ولكن بمجرد ما اللعيبه بتنزل الملعب خلاص ده احنا بنقول احنا لازم النهارده نكسب، احنا لازم النهارده ما نخسرش، احنا هنموت نفسنا عشان عايزين نتيجه ايجابيه. دلوقتي هنا دور الجهاز الفني واللعيبه ايه قبل المباراه مباشره؟ الاثنين زي ما مسؤوليه مشتركه، وحتى اثناء اللقاء، ولكن المسؤوليه بتبقى بنسبه كبيره للاعيبه، لكن المدير الفني برضه ايضا اثناء المباراه بيتدخل كويس. حتى من الشوط الاولاني، مش هقول لك الشوط الثاني، بعد ما بيحط التشكيل في مدير فني بيعرف يقرا سريعا حاجات معينه، بيدي تعليمات سريعه بتتنفذ اثناء اللقاء كويس. ممكن جدا بس اتكلم الكابتن علاء على حته العامل النفسي. انا وانا نازل احيانا بيبقى المدير الفني هادي قوي، واحيانا المدير الفني بيحمسني. لو تفتكر كابتن جواري الله يرحمه كان بينزلك ان انت يعني مولع وعايز الماتش يبدا دلوقتي. هي مدارس يا ايمن، يعني شخصيات المدربين دي مدارس، وانا ما عنديش حاجه ثابته ابني عليها، لان الواحد من متابعته للكره العالميه هتلاقي فيه مدربين هاديين جدا وفرقهم بتلعب كويس قوي، وممكن يفضل قاعد 90 دقيقه معظمها قاعد على الدكه، دي مش دليل ان هو مدرب كويس، لكن ممكن هو بيكون مدرسة. وفي مدربين منهم سيموني منهم مدربين اخرين بيفضل متفاعل مع لعيبته طوال ال 90 دقيقة زي مدربين السلة، وبيبقى ناجح. وبالذات مدربين امريكا الجنوبية، لان هم بطبعهم يعني مايلين زي الطبيعه بتاعتنا الشرقيين، سخنين شويه بالزبط. يعني انت المدربين مثلا هتلاقيهم بتوع سويسرا بتوع المانيا بتاع، تلاقي يعني في رزانه شويه، في هدوء، يمكن بطبيعه عيشتهم، يمكن بطبيعه، ده مش دليل، لانه في ناس متخيله ان المدرب الهادي هو الافضل. ايوه، ولا دي مش حقيقه. في مدرب ايمانويل جوزيه كان حامي جدا، مظبوط، يعني مدرسه هي بتاعت ايطاليا وامريكا. أيوة. وجنوب اوروبا البرتغال وكده، وبرده بتوع امريكا الجنوبيه. صح. تلاقي مدربين امريكا الجنوبيه بيقعدوا يفضلوا طول مزبوط. الخط شغالين. منهم فاكر اللي هو كسب كاس عالم اسمه مع البرازيل، مدرب الشهير جدا كسب كارلوس البرتو. لا لا البرتو بريرا. لا مش كارلوس، فاكر. فاكر. المهم ده اشتغل في السعوديه بعد كده، ده كان بينط على اللعيبه ويجري. أيوة ويفضل امريكا الجنوبيه المدرسه الشكل عامه كده، او 98 لما البرازيل لما كسبت، فاكره هجيب لك اسكولان على طول. وكان مدرب كبير، فهي مش يعني دي شخصيات مدربين
بس ازاي انت بتعرف تتعامل مع لاعبتك بقى سواء قبل الماتش سواء في التدريبات سواء اثناء المباراه. فاحيانا كمان بنشوف مدربين بيغير لعيب بعد تلت ساعه او 25 دقيقه او نص ساعه. ما ده تدخل للمدير الفني في الشوط الاول بيحصل ان واحنا شفناها مع مدربين اجانب كنا بنستغرب لها الاول لكن لما اتعاملنا عرفنا كده حتى احنا مديرين فنيين. أيوة. احيانا ممكن تتدخل ان في واحد عامل لك ثغره مثلا ومش قادر يرجع للموقف او واحد انت شايف انه مش يومه خالص او مش بينفذ حاجات معينه ممكن بيتغير. ده مش أيوة. معناه ان هو لعيب سيء ممكن يكون أيوة. هو انت شايف ان التدخل الوقتي هيفرق معاك في اللقاء. فانا اقصد المسؤوليه مشتركه ولكن ما فيش شك ان لما بتنزل الملعب المسؤوليه الاكبر على اللاعبين. فلازم اللعيبه اللي عندها خبرات ازاي تهدي اللعيبه في الملعب، ازاي لما بيجي عليك كذا هجمه ازاي بتتكلم عشان تتماسك اللعيبه في الملعب، ازاي لما واحد يضيع فرص ازاي توجهه انه يتكلم. فهي مسؤوليه كبيره جوه اللاعبين مع اصرارهم وروحهم والدوافع اللي عنده انه يكسب لانه بطل مفروض زي لعيبه النادي الاهلي بالذات ابطال يعني. فالمسؤوليه الاكبر على اللعيب. انا النهارده بقول هي المسؤوليه مشتركه ولكن خلينا نقول برضو ان اللعيبه انا متاكد ان شاء الله هيجي لنا فرص وهيجي لنا فرص كبيره لان من الشكل العام اللي الفرقه لعبت بيه هنا بتاعه فيتا كلاب عندهم اخطاء كتيره صحيح دفاعيه. فانا بس خلي بالك بس خلي بالك الفرص في الخارج بتبقى قليله يعني لازم تستغل الحاجات دي القليله دي. ماشي انا مش بقول هيجي زي العدد اللي هنا بس انا متاكد ان هيجي فرص للنادي الاهلي. لا هيجي فرص مؤثره بالذات اصل في فرق دفاعها بيبقى صلب قوي ومش دفاعها بس الفرقه كفرقه بتبقى صلبه في الدفاع ساعات بتبقى في صعوبه انك توصل لها. لما احنا في ماتشات كتيره لعبناها في افريقيا وعارفين او في شمال افريقيا لما نروح كان لما كانت الفرق يعني في احسن حالاتهم زي في تونس والجزائر وبتاع لما بتوصل للجون في صعوبه لان الفرقه كلها يعني متمرنين دفاعيا في صعوبه انك تخترقه. لكن الفرقه الافريقيه واللي احنا شفناه مع الفرقه دي لا في مشاكل فرديه في مشاكل جماعيه وهناك كمان هيبتدوا يلعبوا لقدام يعني مش ملعبهم يعني يمكن هنا بيتكتلوا شويه لكن هناك ممكن يكونوا بيندفعوا فهتلاقي مساحات وهتلاقي في فرص هتجيلك. لكن هي المشكله المهمه ان اللعيبه اللي بتدافع وقت ما النادي الاهلي بيهاجم لازم تبقى مصحصحه جدا ايوه سواء في الخط الخلفي او من يقف واحد في نص الملعب بيقف عشان في وقت الهجوم. ليه؟ لانك انت هنا الجون الاولاني دخل فيك انت كنت مندفع وشكلك هتجيب جون في اي وقت هجمه واحده ليهم الراجل عدى في وسط اربع مدافعين وشاط وتابع كمان لما وقعت الكره من الشناوي وحطها ولسه احنا المدافعين مش مصحصحين يعني. فدي مهمه جدا النهارده على قد ان شاء الله ما انا عارف انه هيجي فرص للنادي الاهلي وان شاء الله نستغلها لكن الحاجات دي لازم يبقى فيه صحصحه جدا من الجزء الاخير. خلي بالك في اوقات في الماتش يا كابتن اسامه بيبقى واضح الفروق بينك وبين الفريق الثاني ولكن مثلا انا هديك مثال الماتش اللي فات مع فيتا كلاب لما جبنا الجول الثاني انا بصراحه يعني حسيت بايه انا لو انت في الملعب انت بتقرا الماتش حسيت ان احنا بنضيع جوال كتير قوي بعد 2-1 انا كان وجهه نظري ان لازم تقفل شويه نص ملعبك وللاسف يعني سيبك من ان ضربه الجزاء كانت غير صحيحه ولكن ازاي يوصل الراجل لحد منطقه ال 18 كده بكل سهوله. ما هو ده بقى قلت لك انا ممكن يكون احساس يوم مش ما فيهوش توفيق للعيبه لا هو في مشكله ان انا اقفل نص الملعب حتى لو كسبان وفي فروقات فنيه كبيره جدا بيني وبين الفريق الثاني. لا لا ما فيش مشكله احيانا بيحصل انك انت كسبت بصعوبه والامور كانت واقفه معاك بالظبط جبت الجون الثاني تهدى شويه توقف لعيبه نص ممكن طبعا ده يحصل لكن هو برده كمان كان في عدم توفيق غير طبيعي يعني حتى عدم توفيق مع الحكم يعني ضربه الجزاء وهميه كل الناس شافتها يعني حتى الحكم رضوان جيد من احسن حكام افريقيا وانا ما اعتقدش ان هو عشان برضو احنا في حكام بنقول عليهم ايه
بيتلككوا او عايزين يخسروه يعني. لكن رضوان جيد من الحكام المميزين جدا. فعدم التوفيق كمان جه مع الحكم صح. كره وهميه وانا اعتقد لولا ضربه الجزاء دي هم عمرهم ما كانوا هيتعادلوا. مظبوط مظبوط. فهي ان شاء الله التوفيق يكون معانا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن كابتن عادل. جهاز فني ولاعبين ولا جهاز فني بس ولا لاعبين؟ طب بص يا كابتن يعني هي خلينا نتكلم الكباتن اتكلموا في الامر ده كلهم. طب انا خليني انت كمدير فني لا خليني بقى اكلمك في تحضير في ماشي. المباراة دي بس أي. المدير الفني ولا اللاعبين بالظبط. أول حاجة لازم نتكلم فيها إن تحضير المباراة دي غير المباريات الأخرى. يعني هقول لك على سبيل المثال إيه دور الفني المدير الفني وإيه دور اللاعبين. هنيجي نتكلم على الأدوات كويس. أدوات اللعب ودي من أهم شيء في المباراة النهاردة كويس. يمكن أهم من الفنيات. إيه هي الأدوات يا كابتن؟ أي. حذاء اللاعب ماشي ده مهم جدا. ارضيه الملعب مهمه جدا كويس. ده المين اللي بيعملها. اول حاجه لازم قبل التمرين بيروح واحد من الجهاز الفني وبيعمل دراسه على الملعب كويس. يعمل الدراسه على الملعب انهي جزمه هتناسب الملعب ده. ممكن استرزي يبقى يوطى شويه استرزي عالي شويه. دي اول الادوات. تاني حاجة أنا بديها للعيب هو هي حزاء بس هم تدربوا اوريدي على الملعب أوكي. ما أنا بقول لك يعني أنا بقول لك قبل ما يتمرنوا علشان أسهل للعيب. ده دور الفني. أنا بقول لك دور الجهاز الفني كويس. عشان أسهل للعيب فودي اللعيب يتمرن بالجزمة هو بتاع بس أنا بدي له المعلومات ماشي. بقول له ده فئة رابعة ده فئة تانية ده فئة أولى فأنت تروح تلعب بدي. أنا بسهل له. هو ده التعاون ما بين الجهاز الفني واللاعبين. الحاجة التانية خلاص رسينا على الأدوات بتاعتنا. الأجواء نفسها أنا هقول له اديله المعلومة إن أنا هلعب الساعة كام الأجواء تبقى كام. ودلوقتي من العلم إنك أنت بتعرف الساعة 3 الجو بيبقى عامل إزاي يعني كويس. ده دلوقتي بقى علم كبير ماشي. فأنت إزاي هتقابل خلي لعيبتك تلعب بالطريقة اللي هي ما يجهدش نفسه وما يجريش كتير حاجات كده كتير قوي ماشي. ده الخطوط العريضه. لما بتدخل على التكتيك بتاع المدرب بقى المدرب بيعمل ايه؟ هو اللي بيدرس الفرقه كويس الاخرى وهو اللي بيعمل استراتيجيته ولكن بيحط خطوط عريضه. هنا كواليتي اللعيب هنا قوه اللعيب. كتير قوي بنتساءل في لعيب ب 200 مليون وفي لعيب ب 2 مليون كويس. اللي ابو 200 مليون اللي بي الحلم اللي انا بطلبه هو بيعمله لي. حلو. انت اتكلمت على دور المدير الفني قبل المباراه والتهيئه. قبل المباراه. حلو قوي. انا هيأت وقبل المباراه ماشي. وبهيئ اللاعبين لانك انت نادي كبير كويس. فبتجيب لعيبه كويسه فنزول اللعيبه مستواها منك كمدرب ماشي. طلوع اللعيبه من لمستواها كويس. مشتركه مش للمدرب البدايه بس. بقى بدايه تبقى حماسيه ولا تبقى فيها هدوء وتمتص حماس الفريق الثاني؟ كابتن اسامه اتكلم على المدارس. في حاجة مهمة قوي. أنا ممكن أحمس في ال 11 لعيب خمسة وفي ال 11 التانيين هديهم لأن نوعية اللاعب لاعب غير لاعب. بمعنى يعني في لعيب حماسي قوي فأنا لو حمسته زيادة ممكن يعمل لي مشكلة زي أيمن أشرف في المباراة اللي احنا اتكلمنا عليها هو ادى فرصة للحكم لأنه حماسي قوي كان كل حاجة فيها حماس. أيمن يمكن هدي دلوقتي شوية فأنا أيمن ما اتكلمش معاه بالأسلوب ده. ممكن أيمن اتكلم معاه في التهدئة والثقة والحاجات دي ممكن لاعب تاني رتمه بطيء زي السلية مثلا أنا بقول لك نوعية لعبتنا. السلية لاعب متزن عنده حاجات من الأمور كتيرة قوي لازم أحمسه جامد لأنه هو مش ناقصه دي لكن هو لعبه كده السلية قفشة مثلا فهي بتبقى استراتيجية بيعملها المدرب ودراسة للاعبين. ما انت عايش معهم ليه؟ هو المدرب خلي بالك كابتن أيمن مفيش تدريب في العالم في الوقت الحالي في الدوريات الكبيرة كل شغل الدوريات الكبيرة بيشتغلوا فيديو بيشتغلوا نفسي لأنه بيتمرنوا مفيش تمرين خالص. هما بيتمرنوا قد إيه؟ ده بيلعبوا كل 72 ساعة مباراة أو كل 48 ساعة مباراة فأنت دلوقتي خلاص عرفت لعيبتك وعرفت نوعيتك. تعالى بقى ندخل في آخر حاجة اللي هو إيه؟ المباراة نفسها الاستراتيجية هنعمل إيه؟ وضعنا الأول وضعنا الأول هل يسمح وضعنا إن إحنا نعمل ريسك؟ هل يسمح وضعنا إن إحنا نأمن أو نلعب على المرتدة؟ أنت بتتكلم عن إدارة المدير الفني للمباراة للمباراة فأنا خلصت معاهم الفكرة وأنا اديتهم الفكرة أجي بقى لدور اللاعبين.
دور اللاعبين مهم في ايه يا كابتن؟ في الجزئيات التغطيه في المباراه زي دي. بمعنى ايه؟ بمعنى في مباريات كل فتره كل مكان في الملعب بيبقى فيه نفوذ للاعب، لكن المباراه دي كله متشابك. المباريات بتبقى فيها تشابك لكن مش بالطريقه زي مباراه النهارده. مباراه النهارده لازم سبورت وسبورت وسبورت ثلاثه. ليه؟ لانك انت بتعمل الاجواء والمطر والحاجات دي كلها، والحاجه الثانيه المهمه النتيجه. فانت تيجي تسالني على ايه دور المدير الفني وايه دور اللاعب. المدير الفني في الظاهر بيدير كل حاجه، ولكن في الباطن اللاعب بامكانياته جوه الملعب وبروحه وبجدعنته وغلوه في الثمن. باذن الله تبان الروح والجدعانه بتاعت لعيبه النادي الاهلي زي ما كانت بنت لنا في مواقف صعبه كتير جدا، واخرها السنه اللي فاتت لما جبنا 3 بطولات في فتره زمنيه بسيطه جدا. هنروح لفاصل، نرجع بقى نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار على تشكيل النادي الاهلي. ارجوكم انتظروا. كابتن شريف، نخش بقى على تشكيل النادي الاهلي. الشناوي، هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، بدر بنون، عمرو السوليه وديانج، وثلاثة اللي قدام جونيور اجاييه، مجدي قفشة، محمد شريف، ومروان محسن قدام كمهاجم صريح. رؤيه حضرتك تشكيل النادي الاهلي؟ واضح ان مستر موسيماني النهارده مش قلقان. مش لاعب ثلاثه في النص مثلا، مش حاطط حمدي فتحي وعمرو السوليه وديانج. يعني هياخد المغامره، هيلعب زي ما لعب قدام الوداد، وحاطط عناصر ايجابيه جدا في الهجوم. يعني زي اجاييه ومع مروان محسن مع محمد شريف، ده بيبقى هارموني يقدر فيه مجدي قفشه يتعامل معاهم. اليو ديانج وعمرو سوليه عليهم مسؤوليتين كبار النهارده. الوحده والتقارب من الخطين اللي كان دفاعي ووسط الملعب الهجومي. ف الربط يعني بين الربط والوحده الواحده اللي هتلعب عليها هي دي اللي هتبقى مسؤوليه اللعيبه داخل الملعب. الكوتش دايما وهو واقف بره هو اللي بيشوف وبيقيم حاله الفرقه اللي قدامه بتلعبه ازاي. فيقدر يعمل التعليمات لبقيه الفريق. اذا كان محمد شريف ده بيغير مع اجايو اجايبي، في حاجات بتبقى اوتوماتيكلي كده احنا ما بنعرفهاش. ايوه. الا من اسلوب اللعب للفرقه اللي بتلعبك. انا شايف شكله كده ان هو حاسس ان هو عليه مسؤوليه كبيره النهارده انه بيطلع بنتيجه ايجابيه. فنوعيه اللعيبه اللي هو حاططها النهارده دي انا شايفها كلها عايز يكسب يعني. لعيبه عندها من الامكانيات والتصرف في الملعب. وعندك ناس قاعده بره تقدر تعمل اي شكل تاني زي البودلة، علي لطفي، ورمضان، وسمير، وبواليا. الثلاثه دول برضه يقدروا يواكبوا اي احداث بتحصل في الماتش. ممكن يلجا لحد ليهم يعني قصدك؟ لا اكيد لازم يلجا لحد فيهم، لان لو بدايه المباراه بتبقى في صالحك او ضدك شويه او تاقلمك، ما بياخدش اقل من ربع ساعه 20 دقيقه. يعني مش اول 5 دقائق انت هتقدر تقيم الحكايه هتحصل ازاي. فهي مسؤوليه لازم الكوتش وهو واقف بره يبقى واقف وعلى استعداد تام في اي لحظه من المباراه. ازاي يحرك ويدور الفرقه دي من جوه، انما هم كانوا على مستوى اعتقد اللي قاعدين بره زي اللي قاعدين جوه هو ده المستوى الاول بتاع الاهلي. كابتن علاء، رايك بقى في تشكيل النادي الاهلي النهارده، وازاي مستر موسيماني يبتدي في ضوء التشكيل ده؟ مستر موسيماني هيبدا يعني زي على حسب الكوره معاك او مش معاك. لو الكوره مش معاك غالبا هو يبقى ضاغط من قدام بالثلاثه بمروان، وده هو اللي بدايه المباراه. هم عملوا معاك هنا يا امل لو انت فاكر عملوا معاك ايه بدايه المباراه؟ عملوا ايه؟ ضغطوك من قدام ضغط. وبعدين رجعوا واحده واحده بقى راس حربه والناس كلها بقت تحتيه. هو عمل معاك كده. انت النهارده انت بتدور على فوز. العقليه النهارده او اللي انا بتمناه من مستر موسيماني في المحاضرات بتاعته او مع الكلام مع اللعيبه، ما يتكلمش على تعادل ولا حاجه، هو يتكلم على فوز. بس لازم العقليه بتاع اللعيب نازل، هو عايز يكسب بس. لازم عايز يكسب النهارده، لكن ممكن تيجي حاجه غير كده الله اعلم، لكن انت جواك عايز ايه؟ هو ده ده لازم ينزل بيه النهارده. التشكيل زي ما كابتن شريف قال تشكيل ممتاز، يعني شايف التشكيل متوازن جدا، خصوصا الثلاثه تحت راس الحربه اللي هم مروان محسن، فيهم 2 مستين كويسين قوي، اجاييه ومحمد شريف. محمد شريف غالبا النهارده يا ايمن هيبقى راس حربه تاني مع مروان محسن، وده في معظم اللعب. لان النهارده انت ارضيه الملعب والمطر هنخليك ترجع للكور الطويله اللي انت لجأت لها في مباراه الاسماعيلي، ويمكن جاب منها صلاح محسن هدف حلو قوي كمان. عايز ايه؟ هو فين صلاح محسن في البودرة؟ ممكن بره كان موجود بره السكور خالص. ما علينا، لكن هو النهارده كمان في طاهر موجود كمان.
وحسين الشحات وبالي دول الخط الامامي. لكن زي ما بقول لك النهارده اجاييه محمد شريف هيبقوا راسات حربه لكن تحت مروان محسن، ولا هيعملها اكتر محمد شريف. دايما في الكوره عكسيه، او الكوره الطويله هتتلعب وهتتلعب النهارده كتير، هتلاقي بالظبط مروان طالع على الكوره واللي تحت الكوره على طول هتلاقي محمد شريف، وهتلاقي اجاييه، هتلاقي على طول عمرو السوليه وديانج وراهم. مهم قوي النهارده يا ايمن، لازم النهارده خطوط قريبه جدا جدا من بعض النهارده، على قد ما تقدر ما تفتحش الملعب، والكلام ده مسؤوليه بدر بنون، اول واحد بدر بنون، على قد ما اقدر النهارده خلي مساحات اللعب قليله جدا. لازم الملعب مضغوط قوي، انت ولا محتاج كميه جري كتيره، ولا محتاج اي تدخلات مع الفرقه الثانيه، مش عايز التحامات خالص، انت عايز تبقى الملعب كله في اضيق الحدود. انت مش عايز النهارده مجهودك البدني لازم يبقى اخر ثانيه انت محتفظ بيه طبعا. عشان كده كل ما المساحات تبقى قريبه افيد ليك انت، انت مهاريا احسن، جماعيا احسن، فرديا احسن. انا اللي زلت عند كلامي، الفريق ده ضعيف جدا جدا جدا، خصوصا في خط الدفاع اللي ورا، لو ضغطت عليه كويس واستغليت الفرص واستغليت دايما المناطق العكسيه، اعتقد هيجي لك اكتر من فرصه النهارده، والكور الثابته ده اكيد. لكن على الجانب الاخر لازم هم نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه عندهم التسديد. يمكن احنا اتكلمنا في اول استوديو المباراه السابقه ايمن في اللي كانت هنا في القاهره، قلنا يا جماعه الفريق ده بيشوط كويس مزبوط. وحصل. عشان كده بقول لك النهارده لازم الناس تقابله من بره. اتمنى النهارده ان ياسر ابراهيم وبدر منون ما يرجعوش لورا على الشناوي، ما تديش مساحه شوط، مساحه خطوره على فرقتك، دايما قابل لقدام، طول ما بتبعد الخطوره عند على الشناوي ايمن احسن لك. وخصوصا النهارده ارض النهارده مش مضمونه، مطر وترتان، لازم على قد ما اقدر الناس ما تشوفش الشناوي غير على مسافات بعيده قوي. ودايما زي ما اتكلمنا واجمعنا كلنا لازم الفول الدفاعي والفول الهجومي تعمل كويس قوي. مظبوط. صح كابتن اسامه، شايف تشكيل النادي الاهلي ازاي، وهل ده التشكيل المناسب من وجهه نظر حضرتك؟ تشكيل واقعي، يعني تغييرات طفيفه. شفنا احنا التغييرات كانت بتحصل بين بواليا وشريف، بواليا ومروان، غياب علي معلول، وحتى وحيد اتصاب، ايمن اشرف ناحيه الشمال، بقيه التشكيل ما فيهوش حاجه. يعني رجوع ايمن اشرف النهارده يسد شويه الناحيه الشمال بتاعت علي معلول، طبعا، وخصوصا في الانطلاقات الهجوميه. طبعا طبعا. لان ايمن اشرف شفناه في ماتش الهلال السوداني لعب شماله كان ماشي كويس، وفي ماتشات اخرى المريخ السوداني، المريخ، في ماتشات اخرى لعبها باك شمال، وكان حتى لو النواحي الهجوميه عنده طبعا مش بامكانيات علي معلول، لانه علي معلول متفوق جدا في النواحي الهجوميه. انت قصدك على ماتش السيمبا لما نزل خمس دقايق في الاخر وعمل كورتين عرضيتين. لا انا اقصد انه لعب في الباك الشمال، ولعب في ماتش المريخ زي ما قلنا هناك، يعني اقصد لعب في المكان ده وابتدى يعني يتمركز فيه، لانه هو اصلا كان بيلعب احيانا باك شمال حتى لما كان في سموحه، واحيانا يلعب مساك، فهو شغل المركزين كويس. فهنا النهارده القدرات اللي عنده الدفاعيه اكتر من الهجوميه، انا بتكلم على انه علي معلول عنده الحته دي اكتر. لكن في الجزء الامامي مستر موسيماني حاطط النهارده شريف مع مروان محسن، يعني دي عملها في مباريات قليله جدا، يعني هو غيرهم هما الاثنين مع بعض في الماتش اللي كان هنا، وكل واحد فيهم جاب جون، لكن مش كل مره كان بيعمل كده، كان بيبقى ثلاثي تحت راس الحربه اللي هو زي حسين الشحات ناحيه اليمين، طبعا عنده قدرات هجوميه ولكن مش راس حربه. لكن هو النهارده واضح انه ملاعب الاثنين، عشان زي ما الكباتن قالوا انه حد يساعد مروان في الانطلاقات. ايوه. فحاطط شريف عشان كده، وحاطط طبعا جونيور اجاي بيلعب اساسي دلوقتي، ومجدي قفشه هياخد الجنب اليمين شويه، يعني احنا شفناها في ماتش اللي هنا لما نزل مروان وشريف، احنا افتكرنا ان هو هيلعب بشريف هو اللي ناحيه اليمين، لا هو لعب براسين حربه ولعب مجدي قفشه هو اللي ناحيه اليمين. فانت في اوقات كتير هتلاقيها كده ان شريف مقرب قوي من مروان، على اساس مروان ممكن الكور اللي هي تتزحلق وتروح لشريف بسرعته عشان يجيبها. فالتشكيل مثالي، المهم انه يكون في توفيق واستغلال تاني، استغلال للفرص ان شاء الله اللي هتيجي، لانه كل فرصه بتعدي ليها قيمتها في المباراه. مع النقطه اللي انا قلتها في السؤال اللي قبل كده، الناس اللي ورا لازم يبقى فيه تمركز كويس واحنا بنهاجم، ما يبقاش فيه سرحان. بس فربنا يوفق ان شاء الله. كابتن عادل، يمكن الكباتن يتكلموا ازاي يبدا مستر موسيماني النهارده، فانت شايف مثلا ان هو الافضل في من على ضوء التشكيل دوت يعمل توازن
شويه بين الدفاع والهجوم في البدايه، ولا ينزل بكثافه هجوميه، ولا ده هتكون مغامره يعني غير محسوبه وممكن يعني تاثر تاثير سلبي على النادي الاهلي؟ وانا افتكر انه هيرجع لطريقته المعتاده اللي هي 4-2-3-1، ولكن حاططها بصوره اللي هو محمد شريف ومروان محسن ممكن يبقى عندهم تبادل مع بعض، وهيبقى فيها تحفظ، بمعنى ان ممكن ينزل زي ما الكابتن اسامه اتكلم على الاربعه، يبقى السوليه وديانج وقفشه وجونيور، ويبقوا تحت بعض محمد شريف ومروان محسن. هي فيها مرونه تكتيكيه شويه. ايوه بس هيضغط على الفرقه دي من قدام؟ لا لا مش هيضغط، المفروض ما يضغطش من قدام، لان اول 10 دقايق لازم يستكشف الملعب، وازاي لعيبه هتقدر تستكشف ارضيه الملعب. طب انت كمدير فني، خلي بالك، فاكر ماتش الوداد هناك؟ في اول 10 دقايق فاجئتهم، انت اللي بدات تمام، وانت اللي عملت عليهم الضغط وقدرت تخطف جول في البدايه. اوكي، لكن كان الملعب، انا بكلمك وجهه نظري، لكن هو الملعب غير الملعب. نجيل طبيعي ما في خارجيه، ولكن يا كابتن احنا اتفقنا ان في ظروف خارجيه مؤثره في المباراه دي النهارده. كويس. في الجو والملعب والمطر، صح؟ انا بقول اتحفز في البدايه اشوف هم يعملوا ايه، لاني انا لو قلت لك اصلا هيلعبوا بنفس طريقتهم اللي كانوا في مصر ابقى غلطان، لان هم عندهم هيرجعوا بالطريقه اللي هم بيلعبوا بيها، اللي لعبوا بيها قدام المريخ. اللي هو هيلعب ال 4-2-3-1، فال 4-2-3-1 هيناسب حته ان احنا نلعب 4-2-3-1. انا اخاف من حاجه النهارده في بدايه المباراه، حاجه واحده بس دي حقيقه، اللي اخاف منها الكور الثابته. علشان كده اللي علينا، اللي علينا. علشان كده مش عايزين كرانل، ومش عايزين فاولات على الجناب، لان هيبقى فيها صعوبه علينا، علشان الوقفه نفسها اللعيبه لسه ما وصلتش للدرجه ان هم يا كابتن يقدروا يقفوا صح فيها. أيوة. فعلشان كده بقول لك انك انت تسير المباراه، وبعدين تقسيم المباراه ازمنه، دي حاجه مهمه جدا، في زمن انك انت تضغط وترجع تاني. في جمهور في الملعب، اهو جاي لنا الصور حصري اهي من الملعب، في جمهور في الملعب، اكيد هيبقى في جمهور من الملعب. والتشكيل في تقول اللي انا قلت لك كابتن، هو لعب هنا 4-2-3-1 زي بطريقته، وبعدين عملها 4-4 يعني عملها 4-5-1. هو لما لعب هنا فيتا، هنا فيتا بيلعب بالطريقه بتاعته اللي تناسب لعبه الترتان، اللي هو 4-3-3. لانه بيبقى عامل ايه، ضغط امامي، كور بينيه، سرعات. علشان كده بص مستر موسيماني النهارده نجح في حاجه مهمه عجبتني في مروان ومحمد شريف، ولكن كنت اتمنى، انا مش عارف يمكن صلاح محسن مصاب ولا تعبان، ولا ممكن تكون رؤيه فنيه، ممكن ما حدش يعرف، لانه لا يعني لانه صلاح محسن عمل مباراه اخر ربع ساعه كويسه قوي، احرز هدف، فعنده دفعه معنويه كنت نفسي نستغلها، بس اكيد رؤيه الجهاز الفني. ولكن محمد شريف ومروان محسن في توازن في حته القوه والجري، والاثنين التانيين مجدي قفشه واجاييه عندهم الثبات ويقدروا يمسكوا الكوره ويقدروا يلعبوا الناس. حته نص الملعب عمرو السوليه وألي ديانج، في واحد فيهم عنده السرعات والقوه ان هو بيقطع، والتاني بيعرف يلعب مع الناس شويه. في ايمن اشرف، الحته بتاعت ايمن اشرف دي المهمه اللي فيها يا كابتن، انه هيبقى داخل سيرد باك تاني كتالت كمان معاهم. أيوة. كتير. أيوة. ليه؟ علشان الحته بتاعت ايمن اشرف مش هيهاجم كتير، محمد هاني اللي ممكن يبادر بالمهاجمه شويه، ولكن علشان هيجي عليك اوقات خطورتهم في الكور البينيه. أيوة. عشان الملعب ما بيخلكش تقف كويس. بس هم كمان عندهم مفتاح اللعب كمان حته الظهير الايسر بتاعهم، فممكن متهيألي ما هو كابتن هو عامل ثلاثة، اللي بيعمل ثلاثة احيانا بيخلي واحد من الثلاثة هو اللي بيبقى الظهير، اللي انا بتكلم في الثلاثة بنص الملعب. أيوة. والظهير اللي هو اصلا بيجي شباني ده من اللعيبة الكويسة قوي، وعنده ارنست برضو. نقول تشكيلهم، نقول تشكيلهم، تشكيل فيتا النهارده هيبقى سيمون اوموسولا، والطرفين دجوما شباني وارنست لزولو، الاثنين اللي في القلب وانجو مبابو وعثماني وتارا، ثلاثة اللي في نص الملعب زيمانجا سوزي ماساسي وكيكاسا وامبا، والثلاثة اللي قدام خط الهجوم تولونجي كالالا وجلودي. بص يا كابتن، الماتش اللي فات اللي احنا اللي احنا لعبناه في مصر، كان مبوبو ده كان بيلعب في نص الملعب، ده رجعه سيرد باك مكان ايه؟ قو.
اللي هو فيفيان كود اللي هو السيرت باك الثاني اللي مع عثمان وطارة. فهو هو طريقه لعبه بره غير طريقه لعبه جوه. يعني هو لما بيلعب في ملعبه بيلعب الناس اللي بتناسب الملعب بتاعه. صحيح. علشان كده احنا بنقول ان ادائهم ما بيبقاش ممتع في ملعبهم. بس بيبقى فيه سرعات وقوه. لكن ادائهم بره بيبقى امتع شويه. ليه؟ لانه بيلعب بالامكانيات الاضعف اللي هو يدافع وبعدين يهاجم. لكن هنا هو اللي بياخد الاسبقيه. علشان كده بقول لك معنى كده ان هو هيضغط على النادي الاهلي من البدايه. هيضغط من البدايه ملوش حاجه تاني الا يضغط من البدايه. عشان كده بقول لك موسيماني لازم يقسم المباراه ازمنه. اول ربع ساعه لازم الحفاظ 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 عشان ما ودهمش للسيناريو الاخر. الربع ساعه الثاني والثالث انت تقدر. موسيماني اكيد عامل الخطه بتاعته انك انت ده حسب نتيجه المباراه. لا انا مولي. عاوز اخرج اما عاوز اسير المباراه زي ما انا اللي عايز. كويس. عشان اسير المباراه زي ما انا اللي عايز بقسمها ربع ساعه مدافع كويس استكشف الامر اخلي اللعيبه تاخد على الملعب. الربع ساعه الثاني ممكن ابدا اهاجم بطريقه فيها تحفظ شويه. ممكن من الربع ساعه الثالثه ان انا اضغط كويس ودي مدارس. الشوط الثاني على ضوء الشوط الاولاني هنزل اعمل ايه. ممكن النتيجه بقى تكون عملت اللي انا عاوزه. ممكن عاوز اوصل للتعادل يكون النتيجه لصالحك. يكون النتيجه لصالحي انزل اعمل الهجوم المباشر عليه او 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 افاجئه. لكن النهارده ممكن يا كابتن حاجه مهمه جدا اوريك ان انا بهاجم وانا مش بهاجم. صح. انا بدافع. اوريك ان انا ضاغط عليك وانا مش ضاغط عليك. بعمل تحفظ ورا وبخلي الحته الاماميه اللي تضغط ضغطه ولا اتنين عشان تدي الايحاء بالايه بالضغط. واحيانا انت ما بتبقاش ضاغط يعني. كابتن شريف هل فيتا هيلعب بنفس الطريقه اللي جايه لنا على الورق 4 3 3 زي ما قال الكابتن عادل ولا هيلعب 4 2 3 1 زي ما هو بيلعب؟ بص هقول لك على حاجه. انا شايف ان في غيابات عندهم كمان. الراجل ملوكو وعبيد مهيمبا ده خرج مصاب من ده اللي تعور ماشي اول. مظبوط. وده سنتر فيرود تقيل يعني. لعيب كويس. لعيب كويس. وملوكو ده كمان اللي جاب الجول لعيب كويس قوي. كويس. فده عندهم غيابات. فهل تعتقد ان هو الغيابات دي خلته يغير من اسلوب الطريقه اللي حصل باستبدال اثنين لعيبه ثانيه في الدخول؟ مش هيقدروا يعملوا نفس الشكل اللي كان بيعمله اللعيبه الاثنين دول. فاعتقد ان هو على الورق اللي جالي دي 4 3 3 دي يعني شكل ان هو عايز يكون ضاغط على النادي الاهلي من الاول. ايوه زي ما قال عادل المباريات اللي بتبقى بره يا ايمن احنا على طول بنستكشف خاصه ان انت ما عندكش اجنحه سريعه جدا. يعني تقدر تشد لعيبتك. بتبقى بتستكشف انت شكل المباراه في الاول شكله ايه. من الميس باص اللي بيحصل كونتر اتاك هنا او هنا. فانا بتمنى انك انت ما يبقاش عندك ميس باص كتير قوي يخلي الشكل اللي بيحصل ده فينا اللي هي 4 5 1 اللي قال عليها عادل لما جم هجموا عليك في الاول بعدين رجعوا عايزين يستحوذوا على نص الملعب ويعملوا الكونتر اتاك. هم لعبوا قدامك كده. اعتقد ان ده يعني اقرب شيء هم بيعرفوا يجدوه واقرب شيء يقدروا ينفذوه معاك في النادي الاهلي وعلى ملعبهم. بس هتظهر مساحات عندهم ورا كتير. ما هو اصلا ورا عندهم مفتوح. انت لو وصلت للمنطقه دي وقدرت تعمل تبادل في الكوره وتعامل لعيبتك كويس قوي وتحركوا كويس قوي انت هتعمل لهم مشاكل كتير قوي. وخاصه انت كمان لو توفقت وجبت جول بدري هتغير سيناريو المباراه كله. هتخليه يفتح خطوطه اكتر. ف 4 2 3 1 زي ما انت لعبها او هيلعب 4 3 3 او 4 5 1 هو على حسب ارضيه الملعب دي هتسمح لهم ايه وهتسمح لك انت النهارده. بعد خمس دقائق 10 دقائق احنا هنستكشف كلنا اسلوب لعبهم شكله باذن الله. كابتن علاء يمشي ازاي بقى سيناريو الشوط الاول بناء على طريقه اللعب وتشكيل الفريقين؟ ما انا بقول لك يا ايمن على حسب رغبه كل فريق. انت النهارده مثلا موسيماني عايز يبدا المباراه مبدئيا مش عايز يبقى مضغوط. على الجانب الاخر هو عايز يضغطك فيتا كلوب. هي اثنين مدربين فنيين كل واحد عايز يستعمل اسلحته. طب الاثنين عايزين يكسبوا. ماشي اثنين عايزين يكسبوا بس مين اللي عايز يبدا يستغل العناصر اللي عنده؟ الارض والجمهور صاحب الارض هو عايز يفضل يفرض سيطرته عليك من بدري. ذكاء المدير الفني او الفرقه الكبيره دايما ما بقاش انا رده الفعل. انا لازم ابقى انا المتحكم. حتى لو بص ايمن الفرقه الكبيره ممكن يجي عليك هجوم بس الذكاء ان انت تحس ان الهجوم ده ما فيش حاجه حصلت. التماسك بتاع لعيبتك ما ينفعش كل هجمه عليا تبقى خطر. ما انا فريق كبير ازاي ولاعيبه كبيره ازاي؟ انت قصدك ان انت عايز النادي الاهلي هو اللي ياخد المبادئ. ياخد المبادئ، ما حصلش وحصل عليك ان هو ضغط عليك وكده، لازم تبقى انت هادي جدا وتستقبل الهجوم ده. مع المباراه مش 90 دقيقه تهاجم على طول. طبعا. ذكاء اللعيبه وذكاء المدير الفني وقت ما تضغط ازاي تتصرف. هو ده الوقت. هي الكوره كلها كده ايمن، الفرقه الكبيره كلها كده، هيجي عليك وقت هتضغط. طب في الوقت ده اما تضغط انا تصرفي هيبقى ازاي؟
كويس ثبات لعبت ازاي اللي هم ازاي ما بقاش انا مضغوط حتى لو انت النهارده مثلا لو انت الكوره معاه هو هيسنتر النهارده روح مثلا لعب كوره طويله مزبوط. عشان يضغطك طبعا جميل كوره تطلع الكوره الثانيه يبقى انت اللي مستلم عليها ومستحوذ عليها تحس ان هو كل حاجه بيحاول يضغطك بيها انت بتعمل فشل ليه هو كويس. دي دور انت بقى تستغل نقاط الضعف بتاعتهم ازاي زي مثلا الاثنين اللي ورا دول هو مش الاثنين اللي ورا بس كل المساحات اللي ورا دي كويس. لازم استغلها كويس قوي استغلها كويس قوي ازاي اللعب على الاطراف كويس لازم استغل اجاييه ولازم استغل محمد شريف ومحمد هاني مش مطلوب النهارده من ايمن اشرف كتير لكن ايمن النهارده هيهاجم لعلمك وهيعمل جبهه كويسه انا متاكد النهارده لكن اللعيبه الافارقه دي ايمن او الفريق ده خصوصا لما بتضغط على الاربعه اللي ورا بتحصل اخطاء طول ما انت سايب مفيش ضغط مش هيبان الاخطاء النهارده لازم مستر موسيماني الثلاثه ومعاهم محمد مجدي لازم ضغط كويس قوي على الاربعه اللي ورا لو هيحضر لو مش هيحضر ويعتمد على اللعب الطويل وده ممكن يحصل النهارده في الملعب عشان الارض ضروري جدا سوليا وديونج الكره الثانيه هي دي النهارده المفتاح بتاع الماتش لو لعبت كره طويله لازم الكره الثانيه تبقى نصيبك لانك دايما في حاله الهجوم خصوصا الفريق فيتا كلاب ده في الحاله العاديه وعنده مساحات فاضيه تخيل بس ان هو بيهاجم وانت قطعت الكوره انت بتروح على ناس واقفه غلط تماما هو ده الذكاء لازم يستغله النهارده مستر موسيماني عشان كده النهارده اجاييه محمد شريف ومروان عليهم عامل كبير قوي ان ازاي يلاقوا المساحات اللي هي مؤثره ازاي انا اوصل محمد شريف مش من اطراف كتير لكن دايما من مروان ودايما من ورا اجاييه ولكن دور عمرو السوليه وديانج برضه مش شق دفاعي بس ليهم شق هجومي طبعا ماشي لكن الاساس ايه دفاعي دفاعي ما هو الدفاع ده لما بيستلم الكرة انت هو اللي هيحولك مرحله هجوم ايمن بالزبط. عشان اروح اما انا هاجم ازاي لازم الكرة تبقى عندي طبعا. عندك بقى هم دي مسؤوليتنا عمليه الربط بعد ما عمرو بعد السوليه وديانج ما ياخدوا الكرة الثانيه دي انت عندك في ثلاثه عندهم سرعات وعندهم كرة ممتازه اللي هم تحت مروان مع تكمله واحد من الاثنين اذا كان ديانج او السوليه والباك اللي ناحيته الكوره والباك الثالث الثاني دايما العكسي يبقى واقف شويه تحسبا لحاجه كرة تتقطع كرة طويلة تعمل عليك لازم انا دايما كل الكور دي انا مركز فيها كويس قوي خصوصا وانا بهاجم مش وانا بدافع كابتن اسامه هل مستر موسيماني هيبتدي يبني الهجمه من تحت ولا هيعتمد على الكرات الطوليه في المساحات الفاضيه يعني ما اقدرش هو حسب برده ما اقدرش ااكد لانه حسب ما هو هيشوف مجريات اللعب انا شايف ان هو حاطط شريف ومروان من البدايه على اساس يضغط من قدام انا شايف كده انه يستغل الاخطاء اللي ممكن يعملوها هم في الخط الخلفي لكن ممكن جدا يلعب من تحت يرجعوا لتلتين الملعب ما اعتقدش يرجع لنص الملعب اعتقد لغايه تلتين الملعب ممكن يبدا من البدايه من تحت تحضير عادي مع بدر بانون وياسر والباكين بس برضو حسب ما هو هيشوف الوقت الاولاني ايه هل هم نازلين بشراسه هجوميه هتعمل قلق انه ما يقدرش يحضر من ورا ولا هم كمان بيتراجعوا مثلا لتلتين الملعب او تحت كده فيبقى في مساحه لبدر بانون وياسر ان يبتدوا من ورا فهي ما اقدرش اقولها لغايه لما اشوف احداث الشوط بالظبط او البدايات بالظبط عشان هو يقدر يقرر بس لو ضاغطين عليك النادي عليك الكور الطويل اكيد لو ضاغطين عليك ما هو متهيألي هو حاطط مروان مصر عشان الجزئيه دي لو حصل انه ضغطوا جامد وفي اخطاء مثلا من بدر بانون او ياسر في الاستلام والتسلم وكده بالضغط هيبتدي يلعب من الشناوي او منهم كرات طويله لمروان وبعد كده يستغل سرعه شريف واجايه منهم من تحتيه يعني هيلعب على الكره الثانيه يلعب على الكره الثانيه بس الكلام ده ممكن لو هم ضغطوا على طول لكن لو هو ما فيش ضغط من قدام قوي ويقدروا يبنوا من تحت يبقى هيلعب لعبه الطبيعي فهو تنوع بين الحاجتين المهم انه مجدي قفشة وعمرو السوليه وإليو ديانج يشوفوا بسرعه شريف واجايه لانه دولت كمان ممكن مروان يسقط وتبقى في حاجات في العمق تتحط على طول لانهم بيقفوا غلط صحيح يعني صحيح. بتلاقي ثلاثه بيلعبوا مثلا لقدام والباك ليفت مثلا مغطي تحتيهم بكذا متر تلاقي الباك رايت مغطي وهم قدام تلاقي سيرد باكين بيضغطوا واحد فيهم تحت قوي فهم حتى ما عرفوش يكشفوا الاوفسايد كويس فلازم نستغل شريف واجايه كويس ان شاء الله كابتن عادل سريعا توقعاتك للشوط الاول يعني اتوقع ان يا رب تعدي الربع ساعه الاولانيه علينا بخير وان شاء الله
بعديها ناخد على اللعب ويعني ونتحفز شويه. نفسي اتحفز النهارده. سريعا برضو لو دخل جول في النادي الاهلي يعمل ايه مستر موسيماني؟ ولو لا قدر الله استقبلنا جول ولو فضل التعادل مستمر؟ لو جبنا جول اكيد لازم نحافظ ونلعب لعب مباشر ونقل كتير قوي، ناخد الثقه ونحاول نغطي الجول. لا قدر الله دخل فيه جون ولا حاجه لازم تعوضه، لازم، لانه انت عندك مشكله ان هو عنده الايد العاليه شويه في النتائج، على ان هو تعادل معاك 2-2 هنا. صحيح. فعنده الايد العاليه في النتائج اكتر منك عشان المواجهات، حتى لو طلعت تعادل هتدخل في حزبه المواجهات، هو افضل منك في المواجهات. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي بالفوز ان شاء الله النهارده وفي المباراه الجايه طبعا اكيد. هنروح لفاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.